بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. والآن لتتلى الاعتذارات. يعتذر السيد النائب رياض اسماعيل مصطفى والسيد النائب كامل ميشيل عن عدم حضور جلسة المجلس اليوم. السادة الأعضاء، تمس الفقرة الأخيرة من المادة 160 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك أو بناء على طلب رئيس الجمهورية. وعملا بحكم هذه الفقرة فقد دعوتكم اليوم لعقد هذه الجلسة للنظر في تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتي نتابعها ويتابعها معنا العالم كله. السادة الأعضاء، إن مجلس الشيوخ يتابع بكل أسم وألم على الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق. ذلك الاعتداء الوحشي الغير مبرر والذي يخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية. ومجلس الشيوخ يدين هذه الحرب ويعتبرها حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي تشنها القوات الإسرائيلية على شعب غزة الأعزل المحاصر، خلفت آلاف الشهداء والجرحى من أطفال ونساء وشيوخ، كما لم ترحم المرضى والجرحى في مستشفى الأهل المعمداني شرق مدينة غزة، فقتلت وجرحت المئات مثلما قتلت أطفال مدرسة بحر البقر من قبل، فضلا عن الدمار الشامل الذي ترتكبه تلك القوات الغازية الغاشمة المخالفة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، معتمدة على تأييد سافر لا أخلاقي من بعض الدول الغربية. ومجلس الشيوخ إذ يجتمع اليوم في أول جلسة طارئة لمناقشة تداعيات تلك الحرب لرفضها ورفض سياسة تهجير أبناء غزة من أرضهم ووطنهم، ويدعو المجتمع الدولي وبرلمانات العالم إلى إدانتها واتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها، كما يدعو مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره في حماية الشعب الأعزل وفي حماية الأمن والسلم في هذه المنطقة خشية اندلاع حرب إقليمية تزعزع السلم والأمن الدوليين ولن ينجو منها أحد. كما يدعو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية من مصر والعالم إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية القاسية التي يعيشها أهالي القطاع. ومجلس الشيوخ إذ يدين تلك الحرب فإنه يؤيد ويدعم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
ومجلس الشيوخ إذ يدين تلك الحرب فإنه يؤيد ويدعم فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطيني، ويدعو مجلس الشيوخ الشعب المصري بكل طوائفه إلى التكاتف صفا واحدا خلف فخامة السيد رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة. حفظ الله مصر والأمة العربية. وإني أدعوكم للوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. والآن ليتفضل السيد النائب بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس بالحديث. سعادة رئيس المجلس الموقر، السادة النواب المحترمون، تحية لهذا المجلس وهذه الدعوة الوطنية للمجلس وتلك الكلمة الجامعة المانعة التي تضمنها خطاب سيادة رئيس المجلس فيما عبرت عنه من شجب وتأثيم لتلك الأعمال العدوانية الغاشمة التي تتنافى تماما مع ميثاق الأمم المتحدة ومع الاتفاقيات الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف 4 التي أثمت الاعتداء على المدنيين بكافة أنواع الاعتداءات، سواء أكانت اعتداء جسمانيا أو كما يحدث الآن بعمليات الحصار والتجويع وكل ذلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة يشكل جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ويستوجب المحاكمة طبقا لمواثيق الأمم المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. الأمر الآخر أن موقف مصر شعبا وقيادة وجيشا واضح وصريح في أن مصر لا تبغي إلا الأمن والسلام مع المحاذير التي أوضحها سيد فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه مع وزير الخارجية الأمريكي ومع المستشار الألماني في أن عملية التهجير القسري وأن مرفوضة وأن حدود مصر وأمن مصر خط أحمر لا تهاون فيه. الأمر الآخر الذي أكده فخامة الرئيس هو ضرورة أن نكون أمام حل عادل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولتين. ننبه أيضا
إلى أنه وفقا لقواعد القانون الدولي فإن الاحتلال مهما طال أمده لا يرتب حقوق سيادة، لا يرتب بأي صورة من الصور، كما تتخيل إسرائيل أنها بهذه الإبادة وبهذا العدوان الغاشم ستستطيع أن تستولي على الأراضي الفلسطينية. نقول لهم أن هذا، ومن ثم فإن كلمة سيادة الرئيس المجلس في أنه على المجتمع الدولي وعلى مجلس الأمن وعلى المنظمات الدولية أن تقوم بواجبها، وإلا فلا لزوم لها في مثل هذه الحالات الواضحة والسافرة والعدوان على شعب آمن ومحاولة اغتصاب أراضي بالقوة ينبذها ويرفضها ويجرمها ويؤثمها القانون الدولي. هذه مسألة في هذا. ولذلك فأنا مع ما قاله سيادة رئيس المجلس بنؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قول أو فعل أو إجراءات للمحافظة على سلامة وأمن الأراضي المصرية والحقوق الفلسطينية. وشكرا لحضراتكم. شكرا سيدنا. لن تتفضل السيدة النائبة فيبي فوزي وكيل المجلس بالحديث. شكرا جزيلا دولة الرئيس. إن ما يجري على أرض غزة من عدوان وحشي يكاد يكون ليس له نظير في تاريخ الحروب الحديثة، إذ يمارس جيش ذو آلة حربية وترسانة مدججة بأحدث الأسلحة وأكثرها وحشية، يمارس عدوانه على شعب أعزل إلا من إيمانه بعدالة قضيته وأيضا بحقه في استرداد أرضه والقدس الشريف والأقصى المدنس بجيش الاحتلال والحكومة المتطرفة. وحسنا فعل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما أكد دائما في مشاوراته وإجراءاته التي اتخذها منذ بدء التصعيد، أكد سيادته على ضرورة الانصياع للحق والاستماع لصوت العقل والاعتراف بعدالة القضية الفلسطينية. في الحقيقة أيضا أكد فخامة الرئيس على أن أمن مصر القومي خط أحمر. نحن جميعا نؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وأيضا نؤكد على دور مصر في هذا الأمر منذ العام 1948، ونحن قدمنا دائما عن طيب خاطر الأرواح والدماء دعما للأشقاء وحقهم في استرداد أرضهم. ولكننا أيضا نؤكد وقوفنا جميعا صفا واحدا خلف قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تأكيده أن لا تفريط في شبر واحد من أرض مصر. وإنني أؤكد اليوم على فساد الطرح الإسرائيلي فيما يخص تهجير الفلسطينيين من أرضهم وإيجاد أرض بديلة لهم في سيناء. أذكر كل صاحب هوى أن في نفسه أن هذا الطرح الفاسد كان أحد أهم أسباب ثورة المصريين على جماعة الإخوان الإرهابية، إذ وجدوا في نفسهم هوى لمساندة العدو لتأييد هذا الطرح الفاسد. أيضا الحقيقة اليوم أناشد العالم الحر النظر بعين الحياد للقضية الفلسطينية، وأيضا أناشد وسائل الإعلام عدم الانصياع وراء الدعاية الصهيونية الكاذبة والتي تؤكد يعني ضرورة تهجير الفلسطينيين واحتساب الضحية جاني. أخيرا ملايين المصريين الذين نحن نواب عنهم الحقيقة يعني استجابوا اليوم لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسي إذا شاء ذلك للتظاهر والتجمهر للدفاع عن حقوق
يعني الحقيقة مصر في الحفاظ على أرضها، وأيضا دعمهم للقضية الفلسطينية. أخيرا دولة الرئيس من مجلسنا الموقر نعلنها صريحة أن أرض مصر وحق مصر وأمن مصر لا مساس له ودونه الدماء والأرواح. شكرا جزيلا دولة الرئيس. شكرا سيادة النائب. والآن يتفضل السيد نائب حسام الخولي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل الوطن بالحديث. شكرا معالي الرئيس، وشكرا لدعوتك لينا جلسة طارئة في وقت الحقيقة عمر ما حد كان يتخيل ان المجازر اللي تحصل. طول عمرنا متربيين ان في العالم بيشتغل بمكيالين، حافظين عارفين المكيال الاوروبي الامريكي، عارفين بيعمل ايه. انما توصل للمرحله لاباده جماعيه ما اعتقدش حد كان ممكن يتخيل ان الانسانيه، وانا بتكلم الانسانيه الطبيعيه مش الانسانيه الغربيه اللي معرفش ما حاسبينها الروح الغربيه تساوي كام روح في اطفالنا. في معادله غلط، المعادله الغلط دي سيد الرئيس وهو بيتكلم صحانا وصحح لنا مفاهيم لشبابنا. اتعودنا دايما في القضيه الفلسطينيه ان في كلام في الغرف المغلقه وفي كلام بيتقال للشعوب. اول مره نلاقي رئيسنا طالع بيكلم شعبنا وبيكلم العالم كله بره زي جوه الغرف المطلقه. سمعنا اللي يتقال في الغرف المطلقه قبل ما يدخلوا في الغرف، دي اول مره الحقيقه. وده خلى كل شاب مصري، دي مهمه قوي معالي الرئيس، لان القضيه الفلسطينيه في دمنا في روحنا. بس كان جالها فتره للشباب العربي والشباب المصري بقى فيه حوالي فيه خمول. اللي حصل بعد ما السيد الرئيس كان كلامه واضح في حل القضيه، في رفضه للتهجير، في مخطط الشعب المصري والعالمي على الخط الاحمر لكل شبر في ارضنا سينا، خلى شبابنا يجري يتبرع بالدم. اول مره نلاقي الشباب المصري بيجري يتبرع بالدم. اللي قالوا رئيس القضيه لا ده جيل تاني وتالت هيطلع لكم واعد لكم. تحيه بجد من قلب السيد الرئيس اللي خلاني ببقى فخور وانا بقول رئيس مصر وهو بيكلمنا بالصراحه دي. تحيه لميادين موجوده ممتلئه دلوقتي من شعب مصر بتقول رايها اللي جواها بيطلع بالطبيعه، وان احنا ممثلين ليهم. احنا بنقول اللي رئيسنا قاله اكتر اكتر مننا، وبنقول اللي بيتقال في الميادين دلوقتي. عمر ما القضيه الفلسطينيه هتخلص الا بحل عادل. مهما كان فيها ضحايا وحصل ضحايا، الحل لازم حل عادي. واحنا يا ريس واحنا قلبنا بيتقطع على اللي احنا بنشوفه، وعلى مش المكيالين لا على الاباده اللي بتحصل الجماعيه، وواعيين يعني ايه امن قومه. مفيش خلاف عليه دلوقتي في 100 مليون مصري. احنا بنختلف بينا وبعض في السياسه في حبه الاقتصاد، انما ال 100 مليون مصري في القضيه دي وفي الامن القومي للسيد الرئيس وضحه تماما. فاحنا واحد ان شاء الله هنشوف فلسطين بعاصمتها القدس، ان شاء الله هيقدر الشعب المصري والشعب العربي
دائما ايد واحده. شكرا. شكرا سيادة النائب. سيادة النائب إيهاب وهبة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري. يديرون في تهويدها كل حيلة ويأبى لها إيمانها أن تهود. فقل لحماة الظلم من حلفائهم لنا العهد نحميه ونمضي على الهدى. باسم حزب الشعب الجمهوري وهيئته البرلمانية أؤكد على دعمنا الكامل للدولة المصرية وقيادتها إزاء القضية الفلسطينية، والذي يعبر عن ضمير الأمة العربية. ويشدد الحزب على تضامنه وتأييده للموقف المصري من المطالبة بإجراءات حاسمة وعاجلة، مثل الوقف الفوري للعمليات العسكرية واستهداف المدنيين، سرعة فتح الممرات الآمنة، ارتجاز حل القضية الفلسطينية على حل الدولتين، رفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم. أقول ستظل مصر المدافع الأول على القضية الفلسطينية، ويشهد على ذلك ملايين الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن قضية العرب الأولى. ستظل مصر قلب الأمة العربية النابض وسيفها الحامي. فيا شعب مصر العظيم، الآن انجلت الحقيقة أمامكم. ها هي المؤامرة تلي المؤامرة لهدم مصرنا العزيزة. فكونوا رجلا واحدا سندا لهذا البلد العظيم. نحن على المحك، نقدم يدا للسلام لكل العالم، وفي نفس الوقت نحمي هذا السلام بجيشنا خير أجناد الأرض. فيا أهل مصر ويا الشعوب العربية ويا فلسطين، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. شكرا سعادة النائب ياسر الحديبي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد المصري. شكرا يا معالي الرئيس. مصر دائما تكتب تاريخها بأيديها، لا يكتب لها أحد، وتصنع حاضرها ومستقبلها أيضا بأيديها، لا يصنع لها أحد، وتتخذ قراراتها بضمير زعيمها، لا يملي على زعيمها قرارات أحد. وأنا بقول إن دائما إسرائيل لا تخيب الظن فأنها دولة ملطخة يد قادتها بالدماء، دولة استعمارية، دولة بلطجية، من مجزرة بحر البقر إلى مجزرة صبرا وشتيلة إلى مجزرة المستشفى الأهلي أمس بغزة. هي هذه هي إسرائيل، ودايما نقولها جيل ورا جيل، تسقط تسقط إسرائيل. وإذا كان العرف جرى في مجلس الشيوخ ألا يتم التصفيق دائما، إلا أن هناك استثناء قوي على هذا العرف الذي يمر به مجلس الشيوخ ويستقر عليه، وهو أن يصفق المجلس إلى جيش مصر العظيم وشعب مصر العظيم في الميادين، فهو القائد وهو المعلم وهو صاحب السيادة الفعلية. وأرجو من سيادتك أن تصفق ويصفق جميع الزملاء لشعب فلسطين، القائد والرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الشعب. شكرا مع الرئيس. شكرا سيادة النائب. سيادة النائب أيمن عبد المحسن، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن. وبداية نترحم على شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق، ونندد بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية البربرية
من الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، والجيش الإسرائيلي وممارسات سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، وتعرب الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن عن عميق الأسف والحزن لما ينتهجه الكيان الإسرائيلي المحتل من عنف ومذابح إزاء المدنيين الفلسطينيين وانتهاج عمليات التهجير القسري في انتهاك لكافة القوانين والمواثيق الدولية، واستعلن الهيئة البرلمانية دعمها وتأييدها الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية في كافة ما يتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الأمن القومي المصري ووحدة وسلامة أراضي البلاد. ويعلن الحزب اصطفاف قيادته وأعضائه ووقفتهم وقفة رجل واحد مع الشعب المصري العظيم خلف القيادة السياسية الحكيمة، واستعدادهم لتلبية دعوة الرئيس والوطن والنزول لدعم جهود الدولة المصرية في منع تهجير الفلسطينيين والحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها. ونؤكد أن الحزب بكافة قياداته وأعضائه يفوض السيد الرئيس في كافة ما يتخذه من إجراءات وتدابير لمنع تهجير الإخوة الفلسطينيين والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد والحفاظ على الأمن القومي المصري. شكرا معالي الرئيس. شكرا سعادة النائب. سعادة النائب طارق رسلان، نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد رئيس المجلس، السادة الزملاء، نجتمع اليوم في هذا الظرف الراهن الذي انقلبت فيه المنطقة رأسا على عقب، وبدأت آلة الحرب الإسرائيلية في حصد أرواح الأبرياء من الفلسطينيين في غزة، وتنتهك فيها المعايير الإنسانية والدولية وسط غطاء أمريكي وغربي مخزي يندى له الجبين. دولة الرئيس، نحن في حزب المؤتمر نرفض وبشدة التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، لأنها محاولات إلى إنهاء القضية الفلسطينية للأبد. سيادة الرئيس، مصر دولة ذات سيادة، لديها رئيس وطني قوي مخلص وجيش عظيم، و150 مليون مواطن فوضوا رئيسهم للدفاع عن الأمن القومي المصري بأي طريقة وبأي ثمن، وقادرين على الدفاع على أراضينا. وعلى إسرائيل أن تتعلم الدرس جيدا، وعلى الشعب الإسرائيلي الذي ينعم بالأمان ل50 عاما أن لا ينزلق خلف بطولات وإدعاءات زائفة من حكومته. أعود وأكرر بأن إجلاء إسرائيل لسفيرها في مصر تأخر كثيرا، وكان علينا طرده من زمن. وعلينا مسيرة إلى سيناء لنؤكد للعالم بأن أرضنا التي روتها دماء الشهداء من قبل لن تكون مجالا للمساومة وإجهاد القضية العادلة للشعب الفلسطيني، وإننا خلف قيادتنا السياسية وخلف جيشنا العظيم لا مساس بالأمن القومي لمصر ولا تفريط في شبر من أرض سيناء الغالية. العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. كل الدعم للقيادة السياسية وخالص العزاء للشهداء في غزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة النائب. سعادة النائب الدكتور محمد نبيل دعبس، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة. شكرا
شكرا يا ريس. حزب مصر الحديثة يوافق تماما على قرار السيد الرئيس أبو تحسي على جميع الإجراءات التي قام بها على معالجة الحكيمة لمشكلة فلسطين. ونحن نتعرف الرئيس أبو تحسي سيدنا في جميع المحافل الدولية في جميع المؤتمرات دائما قضية فلسطين بدينا أو لأولى في جميع المحافل وفي جميع المؤتمرات الخارجية والداخلية. النصيحة التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للفلسطينيين بأنهم يستمروا في دولتهم ولا يخرجوا منها للمحافظة على دولتهم لها أهمية كبيرة جدا. وفي نفس الوقت دي نصيحة خوفا على الفلسطينيين، والدليل على ذلك دلالة واضحة وبسيطة إن إحنا عندنا في مصر وفود أكثر من 9 مليون وافد في مصر من دول المجاورة، نرحب بهم دايما ونحافظ عليهم ونعملهم أحسن معانا. إذن الهدف اللي هو بيهدف منه الرئيس السيسي في نصيحته للفلسطينيين هدف لمصلحتهم هم، مش عشان لمصلحة مصر. راح نترحم تاني من كل الناس، لكن هو خوفا على الفلسطينيين ان القضيه بتاعتهم تفتل وان يحصل تصفيه للشعب الفلسطيني. هو طلب هذا الطلب ونحن في الآن من عاوزين نعطي تفويض لحد ما تقضي الرئيس عبد الفتاح السيسي بانه يتصرف تفضل بالطريقه التي تناسب الحفاظ على حدود مصر من جميع الجهات. وشكرا. شكرا سعاده النائب. سعاده النائب السيد عبد العال ممثل الهيئه البرلمانيه لحزب التجمع الوطني التقدمي. شكرا يا ريس، وابدا كلامي بتأييد كل حرف جاء في كلمه حضرتك وكل كلمات زملائي بعد ذلك. الامر الثاني ان القضيه الوطنيه تاريخيا كما اشار زملائي هي القضيه المركزيه التي يتوحد حولها الشعب المصري بكل خلافاته وتنويعاته الداخليه، وهذا ما لا تعلم او لا تدرك العنصرية الصهيونية والكيان الاستيطاني ومن يرعاه من الإدارة الأمريكية. ولذا فأنا بقول إن احنا أمام لحظة تحول تاريخية يدركها جيدا المصريين، ولا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مواطن مصري بالأساس، فقد عبر بفروسية وبعبارات واضحة ومحددة عن حقوق الشعب الفلسطيني من جانب، ومخاطر المخطط الذي يحاك للمنطقة والذي يستهدف إضعاف مصر بالأساس من جانب آخر. ولذلك كانت بالذات اليوم صباحا في المؤتمر الصحفي كان حديثه واضح ومحدد إنه لا يقدم المشاعر التي قد تعجب البعض أن الشعب الفلسطيني شعب أخ وشقيق فأهلا وسهلا به، ولكن هو أهلا وسهلا به في بيوتنا وفي داخل بيوتنا، ولكن هم يدركون وهم لا يريدون أن يتركوا أرضهم، ونحن نحفزهم على ذلك وأن نخوض معهم معاركهم بالمساندة الكاملة. من جانب تاني إلنا ما نراه الآن ليس هجمة صهيونية فقط على من كيان استيطاني برعاية كيان استيطاني آخر. مش عاجبه الكلام. لا اتفضل اتفضل. طيب ولذا باسم حزب التجمع
ومكتبه السياسي وأمانته العامة، ولا أبالغ إذا قلت باسم كل أعضائه ونحن جزء من الشعب المصري نحدد من خلال بيان صدر اليوم أشياء هقول بعضها. تأييد ودعم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل في رفضه لمخطط تصفية القضية الفلسطينية برفضه لعمليات تهجير القصر للفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، ورفض المشاركة في المؤتمر الرباعي بالأردن مع الرئيس الأمريكي بايدن بعد العدوان على مستشفى المعمداني. إدانة الحصار الإسرائيلي الأمريكي للشعب الفلسطيني في غزة في ظل الصمت والتواطؤ الغربي وتجاهل المآسي التي يعيشها نساء وأطفال غزة والمرضى والجرحى بالمستشفيات الفلسطينية. ويطالب حزب التجمع بطرد السفير الإسرائيلي القاهرة. تفضل يا فندم، تفضل. وإدانة المساعدة والدعم العسكري الأمريكي والإنجليزي بإرسال البوارج وحاملات الطائرات والجنود بدلا من الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. ويناشد الدول الداعمة للحق الفلسطيني التحرك لدعوة الجمعية العمومية للأمم المتحدة للانعقاد لمناقشة العدوان الإسرائيلي الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين. وأخيرا يدعو حزب التجمع لتشكيل لجنة لتوثيق الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الآن، ورفع تقرير بنتائجها للمجلس الدولي لحقوق الإنسان للنظر في ملاحقة مرتكبيها. وشكرا لحضرتك. شكرا. معلش السادة الأعضاء، أنا جالي حوالي 100 طلب كلمة، فرجاء الالتزام بالوقت المخصص لإتاحة الفرصة للجميع للحديث. يعني والآن سعادة النائب سامح السادات ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية. مش موجود. أشكرك سيادة الرئيس، الزملاء الأعزاء، نقف اليوم من أقدم منبر تشريعي في المنطقة ممثلا لأكثر من 100 مليون مصري. منبر شهد حروب كثيرة، 48 56 67، حرب الاستنزاف، حرب أكتوبر، حروبا لم نرتكب فيها جريمة واحدة ضد الإنسانية. منبر شهد أنجح تجربة سلام في العصر الحديث بدون مبالغة، وبقائها دليل على حكمة مصر وحسن تقديرها والتزامها بما يمليه عليها الضمير الإنساني. نقف اليوم حكومة وشعبا، برلمان ومجتمع مدني، قيادة سياسية ومعارضة على قلب رجل واحد، داعمين للقضية الفلسطينية ولموقف الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نسانده ونؤكد عليه مثلنا مثل الأغلبية. بل لن أكون مبالغا إذا قلت أن جميع المصريين في هذه اللحظة الحرجة تقف موقف رجل واحد. وأنا كفرد منتمي للأسرة الإنسانية، مصري ممثل للشعب في مجلس الشيوخ وعضو في حزب الإصلاح والتنمية، أؤكد أود التأكيد على هذه الرسائل السريعة. أولا، قلوبنا مع فلسطين وأبنائها ليس كمتضامنين، فهي قضيتنا وإخوتنا قولا واحدا لا غبار عليه. ونطالب بشدة وقف فوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية، هذه هي أولوياتنا. هل يعقل أن يكون مطروح للنقاش دخول دواء وغذاء إلى غزة؟ نؤيد ثانيا، نؤيد موقف الدولة في حماية الأمن الوطني وتراب الوطن، ولن نقع في فخ تفريغ القضية الفلسطينية من شعبها وتهجيرهم وتوطينهم، فهي خسارة فادحة لكل الأطراف، وإن دلت فإنها تدل على الوحشية والهمجية وفقر شديد في الخيال. نحن مع سائر الأحزاب والقوى المدنية وانطلاقا من التعاون مع الدولة وتأييدا موقفنا
نعمل بكل ما أوتينا من عزم وفي توفير المواد الغذائية والدواء ودعم الجانب الآخر. وأخيرا حزب الإصلاح والتنمية، وأنا كممثل برلماني له في مجلس الشيوخ، نتواصل مع جميع برلمانات العالم من أجل تفعيل دور اللجان تقصي الحقائق فيما نشهده من مجازر وطغيان وعجرفة ضد كل ما توصلت له الإنسانية من قيم وبديهيات. وبالفعل فقد وصلوا إلى مصر وتجري الآن تحقيقات. وشكرا. شكرا سعادة النائب. سعادة النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي. سيادة الرئيس، يعني اليوم احنا اتينا لكي نعبر ما يحدث في الشارع، يعني مهما قلنا من كلمات لن تعبر عن الغضب والحزن اللي موجود في الشارع المصري والعربي ودول العالم الذي تؤمن بالإنسانية. لكن الحقيقة يعني دائما عندما تحدث هذه الأحداث الدمية بقول يعني قد يكون هناك حل قريب لهذه القضية. لا يوجد شيء بدون ثمن، كلما يتم إراقة دماء أكثر كلما دفعنا الثمن، ومعناها أن الحل القضية قد يكون قريب. الحقيقة يعني ما عبر عنه رئيس الجمهورية اليوم هو تعبير عن الشعب كما نعبر عنه اليوم. موضوع تهجير الفلسطينيين هو شيء مرفوض تماما، لن نقبله. مصر كانت الدولة تقريبا الوحيدة التي رفضت وجود مخيمات او لاجئين على حدودها او داخل حدودها بخلاف دول الجوار، وهذا كان ايمانا ان استقبال اللاجئين او فتح المخيمات هو اطلاق الرصاصة النهائية على القضية الفلسطينية. مصر هتقدم كل المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني ومعالجة الجرحى والمصابين داخل الاراضي الفلسطينية. لن يتم استقبالهم هنا، وهذا مش نتيجة اللي احنا نفتقد الانسانية، لكننا عارفين ان هذا هو المخطط من 10 سنوات لتمرير هذه الصفقة. وكلما قربت الانتخابات الامريكية سوف يزداد الضغط على مصر، وبالتالي احنا كلنا هنا اغلبية ومعارضة على رأي واحد، لن يتم تمرير صفقة القرن، القيادة السياسية والشعب، هذا امر غير مقبول. كلامي الاخير الى الغرب، امريكا واسرائيل، نحن نتعامل مع هذه القضية على انها قضية احتلال الارض، ولكنه ما يجري الان بيحولوها الى قضية دينية. لا نريد ان يتحول هذا الصراع الى صراع ديني، لانه سوف يأكل الاخضر واليابس. نحن نتعامل معها انها احتلال، ومعاملتهم لها انها قضية دينية ما بين مسلمين مع مسيحيين ضد اليهود، هذا امر مرفوض. هذا سوف يجعل يد التطرف في كل انحاء العالم. عليهم انهم يتعاملوا مع هذه القضية بحكمة اكتر. صفقة القرن اخيرا لن تمرر. الحزب المصري الديمقراطي مثله مثل 12 حزب اللي سبقونا في الكلام متفقين على هذا الامر، والقيادة السياسية مع الاحزاب متفق على هذا الامر، وما يجري في الشارع هو متفقين. يعني قياس هذا الامر من 3 سنوات في هذا المجلس لي لم ارى هذا الاتفاق على هذا الامر. لن يتم تهجير ولن يتم وقفه، وعلى القيادة السياسية والبرلمان ان يضغط كل الضغوط من اجل ايصال المساعدات الى الشعب الفلسطيني، المعالجة للمجرحة والمصابين والمساعدات الانسانية بما فيها التبرع منا ومن الشارع ومن الدولة سوف تتم على الاراضي الفلسطينية. اذا كانوا يريدون ارضا لتهجير الشعب الفلسطيني، هناك غلاف غزة ارض متسعة، هناك المستوطنات في الضفة الغربية، أرض أصلا فلسطينية هم اللي محتلنا. يتم ترحيل بعض الغزة لأنها ضاقت على شعبها بالفعل إلى هذه المستوطنات أو إلى غلاف غزة القريب، لكننا لن نتحمل هذا الأمر لأنه كما قلت هو إنهاء للقضية الفلسطينية، وهذا مرفوض منا. شكرا معالي الرئيس. شكرا سعادة النائب. سعادة النائب سامح عاشور، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، اسمح لي أن أنضم لخمسة
خطابكم في بداية الجلسة وأنضم لكل تفاصيله مؤيدا لكل ما فيه من ترتيبات ومن أسس، لكنني أريد أن أتحدث الآن عن معركة حقيقية تدور في العالم وتقودها مصر. اليوم صباح اليوم كان في مؤتمر صحفي جمع الرئيس السيسي بالمستشار الألماني، وكان في ذات التوقيت تقريبا أو بعدها بدقائق مؤتمر صحفي جمع بين رئيس الكيان الصهيوني وبين الرئيس بايدن. المغايرة الحقيقية في المعركة تتضح في الآتي: أن الرئيس السيسي وحده كان في مواجهة هؤلاء الثلاثة. الرئيس السيسي يقول لا لتصفية القضية الفلسطينية، لن نسمح بأن يصفي أحد القضية الفلسطينية لا على حساب مصر ولا على حساب الفلسطينيين. واحد. اثنين، لن نسمح بتمرير أجنبي من العبور إلى رفح إلا إذا دخلت المعونة الغذائية للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة. أيضا لن نسمح بأن تكون مصر ملجأ أو تكون مصر بديلا تفرغ فيه القضية الفلسطينية من شعبها لكي يكون في سيناء. في المقابل الثلاثة تحدثوا بلسان واحد، أنهم جاءوا ليضربوا حماس، وأن من حق إسرائيل أن تضرب كما تشاء وأن تنتقم كما تشاء، وأن من حق إسرائيل أن تسترد أسرها أولا قبل أن تحقق أي شيء. لا يهم أحد فيهم ولا في العالم الحر، لا جائعين ولا مرضى ولا شهداء ولا قتلى، لا أطفال ولا شيوخ ولا شباب ولا مسلمين ولا مسيحيين. والذي يتحدث زميلي التي يتحدث عن التخوف من الحديث عن الدين في الإسلام والمسيحية، أقول له أنهم ليسوا مسيحيين. المسيحي الحقيقي لا يقبل أن تحاصر كنيسة القيامة، ولا يقبل أن تنتهك كنيسة المهد، ولا يقبل أن يتم الاستيلاء على دير السلطان. ده المسيحي الحقيقي. والمسلم الحقيقي أيضا لا يقبل أن يدنس المسجد الأقصى ولا المسجد الإبراهيمي، ولا أن يتحول كل هذه المعابد والمساجد لصالح الكيان الصهيوني الموجود. قضية لن تكون أبدا ولن تكون قضية مسلم ومسيحي. هؤلاء صهاينة مجرمين يحتلوا الأرض العربية اغتصابا وبغير إرادة الشعب المصري. وأنا أقول لهم صدقوني، مهما كانت المعاهدات ومهما كانت الاتفاقيات ومهما كانت الهدنات، إن الشعب المصري والشعب العربي لا يريد التطبيع مع إسرائيل، ولا يريد الحديث مع إسرائيل، ولا يريد التعاون مع إسرائيل، ولا يريد البقاء مع إسرائيل. الشعب المصري يعرف جيدا أن الصراع مع الكيان الصهيوني هو صراع وجود، صراع وجود وبقاء، وليس صراع على الحدود. هم الآن لا يتحدثون عن الحدود، هم الآن يتحدثون عن البقاء. لا يريدوا للشعب الفلسطيني بقاء في فلسطين، لا تمهيدا لكي لا يكون الشعب المصري بقاء في مصر ولا الشعب السعودي بقاء في السعودية. هو صراع تاريخي يجب أن نستعد له تماما. نؤيد القيادة السياسية في كل مواقفها التي تتسم بالبراعة والحكمة أيضا والقوة. وأنا أذكر الناس كل الناس، كل الشعب المصري، أننا في 30 يونيو الشعب كان في الشوارع، كانت في حاجة إلى أن تساندها القوات المسلحة، ونزلت القوات المسلحة لتنقذ الشعب المصري. اليوم قواتنا المسلحة وقائد مصر في حاجة إلى اتحاد الشعب المصري الآن في الشارع. لابد أن ننزل من أجل أن نؤكد للعالم كله أن مصر كلها على 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 قدم وساق من أجل الدفاع عن مكتسباتنا وعن حقوقنا، والدفاع عن فلسطين، والدفاع عن الوطن، والدفاع عن الشرف، والدفاع عن الكرامة، والدفاع عن المقدسات. لن نترك قضياتنا ولن نتهاون فيها ولن نفرط فيها. عاشت مصر وعاشت الأمة العربية وعاشت فلسطين من النهر إلى البحر وليس بأي حدود أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيادة النائب. سيادة النائب دكتور محمد حسام الملاحي. سيادة الرئيس،
اسمح لي بتوجيه رسالة للسيد رئيس الجمهورية. تسمح لي؟ تفضل. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت للعالم وللتاريخ أنك من قيل فيهم طوبى لمن جعل الحياة قيمة أغلى هي من الحياة بدفاعك عن أرضك ووطنك وعرضك. كنت بالأمس القريب طائر الرخ الذي رفرف على هذا الوطن لينتشله من هوة سحيقة كادت أن تودي به، واليوم ها أنت صقر مصر تذود عن حماه، تسالم من سالمك وتطلب الوغى إن حمي الوطيس. سيد الرئيس، سر على بركة الله، وراءك شعب واعد بكل طوائفه، شبابا ورجالا ونساء، نفتديك ونفتدي مصر شكرا. سعادة النائب، سعادة النائب يحيى الفخراني. متشكر قوي، مش عايز ازود الكلام، لكن كل اللي اتقال ده جميل جدا، بس الحقيقه اللي اسلك صدري هو ان انا حسيت بقرار الرئيس ده حكايه حمايه حدودنا، ده مهم، واسترجعت بعض الالسنه اللي كانت بتعترض على تسليح الجيش زياده وزياده. انا رايي ربنا ما يجيبها، لكن دايما لازم نبقى ازيد من العدو او الاعداء اللي حوالينا، ده مهم. تاني حاجه ان مصر بطبيعته الارض والعرض متساويين، يعني لا يمكن التفريق فيهم، بدليل على مر العصور المصري بالتحديد كان يحمي ارضه. يعني هقول لكم حاجه، يعني في اغنيه طلعت عواد باع ارضه، شوفوا طوله وعرضه، الناس هزقوا الراجل اللي باع عرضه. طب بالكم بقى ان احنا نهب الارض او نبيعها سواء، فدي حاجه يعني بنشكر الرئيس الحقيقه على حكمته وقوته ده، وبعد نظره ان طول ما في حوالينا اعداء او طامعين لازم نبقى اقوى منهم باي شكل من الاشكال. يا رب ما يجيب حرب، طبعا الكل خاسر فيه، لكن لازم دايما نكون حاضرين حاسين ان احنا قادرين، والحمد لله ان ده حاصل. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. سعادة النائب عبد المنعم الطراس، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اشكرك سياده الرئيس على اعطاء الكلمه، وفي البداية أحب أوجه الشكر والتحية والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وأحب أوجه تحية وتقدير واحترام للقوات المسلحة المصرية التي حمت أرض مصر وحمت الوطن طوال وما زالت تحمي هذا الوطن العزيز الغالي من كل معتد، وتحية للقوات المسلحة التي انتصرت في حرب أكتوبر وقهرت العدو الإسرائيلي وحطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، ومنذ هذا اليوم والجيش الإسرائيلي يقهر وسوف يقهر وسوف يقهر. الحقيقة الأحداث اللي بتمر بينا بتمر مصر النهاردة، والأحداث العالمية اللي موجودة على الساحة العالمية أو على الساحة الإقليمية، وما تمر به مصر من تحديات عظيمة، بيذكرني في اجتماع في المجلس الأعلى للقوات المسلحة في نهاية فترة المستشار المحترم عادل منصور لينظر في أمر الوطن. والرئيس السيسي بصفة وزير الدفاع استعرض خلال مدة طويلة لا تقل عن 3.5 ساعات، استعرض فيها الموقف في مصر داخلي وخارجي، اقتصادي وسياسي وعسكري ومعنوي وإعلامي من كافة الوجوه. ولسان حال الرئيس
أو وزير الدفاع في هذا التوقيت المشير عبد الفتاح السيسي بيتحدث ما حدش يفكر إن أنا أترشح لرئاسة الجمهورية، ولكن كان هناك سؤال بالإجماع داخل المجلس العسكري، ما هو البديل؟ سؤال مهم وتم طرحه واستقر المجلس العسكري اتفق على بكل الآراء على أن لابد من ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، وقال ساعتها قول مشهور: أنت كده بترموني في النار. ورد الفريق أول صبح صدقي قال: فعلا احنا بنرميك في النار، ولكن ليس أمامنا بديل آخر. أنا بقول الكلام ده إن احنا أمام رئيس صادق أمين لا يخشى إلا الله ولا يخشى في الحق لومة لائم. الحديث النهاردة قدام المستشار الألماني بيقول اللي أنا بقوله، كلام صريح وواضح وليس فيه مواربة وليس فيه حتى دبلوماسية، الكلام على الملأ وعلى العالم. وأنا جات لي رسالة من أحد المبعوثين الموجودين في روسيا، العالم كله منبهر بحديث السيد الرئيس وبقوة هذا الحديث وبصراحة هذا الحديث وبوضوح هذا الحديث. من هذا المنطلق سيادة الرئيس، أنا بطالب بتوفير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين الأمن القومي المصري وتأمين الحدود المصرية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، سواء الاتجاه الاستراتيجي الغربي أو الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي أو الاتجاه الاستراتيجي الشرقي. شكرا سيادة الرئيس. شكرا سيادة النائب. سيادة النائب محمد حلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً بأدين بأقصى عبارات الإدانة القصف الوحشي وحرب الإبادة الجماعية اللي بيقوم بها الجيش الإسرائيلي في غزة وما يتعرض له النساء والأطفال والمدنيين من هذا القصف الوحشي. ثانياً بأحيي موقف الرئيس البطل الوطني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يساند القضية الفلسطينية ويساند الشعب الفلسطيني، وأؤكد اليوم على تأييد الكامل لكلمة الرئيس والدلالات القوية لقيام مصر بدعم الشعب الفلسطيني وبدعم الثوابت العربية، ونؤكد أن مصر هي الدولة الأكبر في الشرق الأوسط وأن جميع الحلول تبدأ من مصر، فإن مصر هي التي ساندت وتساند كافة القضايا العربية، وبنؤكد تضامن كافة أفراد الشعب خلف السيد الرئيس واستفاضه خلفه. وأحيي السيد الرئيس المجلس مجلس الشيوخ في هذا الموقف الوطني في هذا اليوم وفي هذه الجلسة التي أعتبرها جلسة تاريخية. أشكرك. شكرا سيد. سيد النائب خالد قنديل. سيادة الرئيس، شكرا سيادة الرئيس. لقد بات واضحا بما لا يترك أي مجال للاطمئنان ليس فقط الصلف والعنجهية وجرائم الإبادة للبشر والحجر من قبل الكيان الصهيوني المحتل والمختل أيضا، ولكن كان ذلك مدعوما بغطاء دولي غربي وأمريكي لا يرى جرما سوء في المقاومة. أما قتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب واستهداف المدارس والمنازل الآمنة وصولا إلى واحدة من مذابح التاريخ التي لن تمحى من ذاكرة الأمة والعالم بقصف المستشفى المعمداني تحت سمع وبصر ما يسمونه المجتمع الدولي الذي كشف بوضوح عناياه الدفينة الخبيثة في إقامة دولة الكيان لدولة لكيان مختل غاصب على حساب أبناء الأرض من الفلسطينيين العزل والذين لم يتبقى لهم من وطنهم سوى النذر اليسير من الضفة الغربية وغزة. غزة تلك المدينة المكلومة في الأجداد والأبناء والأحفاد
المحاصرة حصار الشر والخسة والنبالة وكزارت الحرب، وبعدما كان من استمرار للقصف المتصاعد للمدينة التي تشهد مذابح يومية تذكرنا بتاريخ طويل من المذابح لمجرمي الحرب المفسدين في الأرض، لتنضم إلى صبرا وشتيلة ودير ياسين والمسجد الإبراهيمي وأبو زعبل وبحر البقر، وصولا لمستشفى المعمداني التي شاهد العالم كله كيف تناصرت أشلاء الجميع إلى جوار ركامها في مشهد سيظل عالقا كنبة ووصمة عار في جبين الإنسانية. لكن الأمم والشعوب لا تنسى ثأرها والمخطط الإسرائيلي الخبيث لإبعاد أهل فلسطين عن بلادهم وتهجيرهم تهجيرا قسريا بمحاولة إرعابهم وخوفهم، سيبقى حلما من اليقظة لدى هؤلاء الذين لا يعرفون لغة ضبط النفس ولا يعرفون معنى صبر الشعوب العربية. نعم، صبر الشعوب العربية، ولا يعرفون إرادة وغيرة وغضب نحو 50 مليون عربي، تلك الإرادة التي لن يقف أمامها حائلا ولن يثنيها مانعا عن افتداء جزء غالي من جسد وطنهم بالدماء والأرواح. ما لم تكن هناك وقفة صارمة لإيقاف هذا التصعيد الوحشي من قبل مجرمي الحرب، وما لم يكن هناك عقوبات على كل تلك الجرائم، وإلا فلا سبيل إلى الحق سوء بانتزاع الدلامة عميت عيون الغرب والمؤسسات الدولية عما يحدث. وأعيد وأكرر كلمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي: مصر بل والمصريين جميعا على قلب رجل واحد يرفضون تصفية القضية الفلسطينية، وأن بمصر القوم خط أحمر. شكرا سيادة الرئيس. شكرا سيادة نائب فرج الدري. معالي المستشار الجليل رئيس المجلس، الأجلاء أعضاء مجلس الحكماء، لقد كنت عازما أن أبدأ كلمتي بالإشادة باليوبيل الذهبي ليوم يتيه على الزمان، 6 أكتوبر، بفضل قواتنا المسلحة الباسلة. إلا أن العالم قد فوجئ بهذا العدوان الآثم على شعب فلسطين في غزة، وذلك على مرأى ومسمع من الدول والمنظمات التي تنادي بالدفاع عن حقوق الإنسان والتي تتسابق دعما للكيان الصهيوني المعتدي برا وبحرا وجوا، والتي تتبارى بالدعوة إلى إيقاف المعونات عن فلسطين. أين الدول التي تنادي بالسلام؟ أين مجلس الأمن؟ أين البرلمان الأوروبي الذي أصم آذاننا بتقريره السنوي زاعما انتهاك مصر لحقوق الإنسان كذبا وبهتانا، والذي لا يختلف كل عام عن سابقه إلا في تاريخ إصداره؟ لقد فقد العالم إنسانيته، وهنا يتجلى موقف الرجال. رئيس مصر وربناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعلانه أن حدود مصر أمن قومي وأن جيش مصر كفيل بحمايته، أن إسرائيل قد تجاوزت مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير، عدم السماح بعبور معبر رفح لمن أرادوا العودة إلى بلادهم إلا بعد تمكين قوافل الإغاثة من الوصول إلى أشقائنا في غزة. اتصالكم ليل نهار يا فخامة الرئيس بزعماء العالم ورؤساء المنظمات لإيقاف هذا العدوان الغاثم، دعواتكم يا فخامة الرئيس لعقد قمة القاهرة للسلام
لفتح آفاق لتسوية النزاع. هذا النهج غير المسبوق الذي أن يسمع العالم كله ما دار بينكم يا فخامة الرئيس وبين وزير خارجية أمريكا والمستشار الألماني، ويزيد عن ذلك ما لا أستطيع حصره. سلمت يا فخامة الرئيس، يساندك شعب مصر وجند مصر خير أجناد الأرض. هذا ولا يفوتني أن ينوه إلى بيان الأزهر الشريف مخاطبا أشقاءنا في فلسطين أن الأرض أمومة وعرض وشرف، وأخير لهم أن يموتوا في أرضهم فرسانا وأبطالا وشهداء خير من أن يتركوها مستباحة للمستعمرين الغاصبين. واعلموا أن ترك أراضيكم موتا لقضيتكم. سلمت يا مولانا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. أشقاؤنا مرابطون في غزة وفي فلسطين، اصبروا وصابروا ورابطوا وجاهدوا، يمددكم الله بعون من عنده. آمين. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وختاما أتقدم لمعاليكم يا معالي المستشار الجليل رئيس المجلس بوفر الاحترام على الدعوة العاجلة لعقد هذه الجلسة ليستمع العالم إلى صرخات مجلس الحكماء، وعلى الله بلوغ القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. وشكرا سيد الرئيس. شكرا سيد نائب. سيد نائب فاروق المقرحي. شكرا فخامة الرئيس، تحياتي لك وللإخوة الأعضاء جميعا. النهارده احنا بنسطر للتاريخ ان هذا البلد الامن، ان هذا البلد الامن، ان هذا البلد الامن الذين ارادوا به سوءا وخططوا لارتكاب الجرائم حوله، وجاءوا لنا بأرجوز يمثل وائل غنيم الجديد، وحدفوه لنا ليقف حوله بعض الصبية وبعض الخارجين على القانون ليقول انه مرشحا للرئاسه. لا 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 معلش معلش فاروق ايه فاروق ايه فاروق ايه لا 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 ارجوك ارجوك الا تخرجنا خارج سياق اكون شاكر فضلك. وحينما فشلت هذه الخطه اتجهوا الى غزه، اتجهوا الى الذراع الطولة لعصابه الاخوان الارهابيه، ليكونوا لنا في هذه المرحله التي نحن نحتاج فيها الى ان نكون جميعا يدا واحده. هذه هي الخطه الموضوعه والتي وضعت، وجاءت الاساطيل، الاساطيل اللي جايه تقف في البحر الابيض المتوسط، والبوارج التي ليست لها مثيل في العالم جايه علشان 356 كيلو متر. هل دي جايه ل 365 كيلو متر؟ لا، دي جايه للاشياء الاخرى. سينا كما قال الرئيس بالحق وطن مصري التوى بدماء المصريين ولن يكون الا للمصريين. في فتره ما سابقه كان هناك من يريد ان يموت، ولكن وقف له الشعب المصري بالمرصاد ورفض عملية البيع أو عملية تسليم من رفح المصرية إلى بئر العبد، رفض هذا. فلماذا لا نقول كلمة الحق أننا نتعرض إلى مؤامرة كبرى؟ هذه المؤامرة هي إنهاء القضية الفلسطينية بنقل الفلسطينيين إلى سيناء، وتكون المعركة بيننا وبين المهجرين عندنا، وتكون قد انتهت فلسطين إلى الأبد، ويبقى الخلاف بيننا وبين إخواننا الفلسطينيين. وهذه جريمة يجب أن نكون جميعا نتعرض
نتعاطف مع الشعب الفلسطيني الجميع، نتعاطف مع الشعب الفلسطيني الذي أصيب في مقتل، نتعاطف مع شهداء مستشفى الأهلي المعمداني والمستشفى لإخواننا المسيحيين في فلسطين. لكن هم بيعملوا كل دلوقتي على ان دول الفلسطينيين ليس إلا يعني، فعايزين كل دول يطلعوا ويجوا يقعدوا في سينا وهم ياخدوا غزه جدا من بقى الاماكن دول. ولن الدوله الوحيده في العالم اللي ليس لها حدود واضحه ولا محدده حتى اليوم هي العصابه الصهيونيه التي تحتل ارض فلسطين من سنه 48 الى يومنا هذا. لابد ان نشجع اخواتنا الفلسطينيين على ان يبقوا في بلدهم وان يحافظوا عليه وان يموتوا على ارضهم، لانهم لو خرجوا منها انتهت القضيه الى الابد بالنسبه لفلسطين، ويبقى الحوارات ما بين الاردن والفلسطينيين اللي هيقولها من الضفه ومصر واللي هيقولها من غزه، وتبقى الخلاف هنا وينتهي في الاخر ان يقول لك ادوا سينا للفلسطينيين يعيشوا فيها بحب الاخويه كلها. فلسطين للفلسطينيين وأرض فلسطين التاريخية ملك للشعب الفلسطيني، ويجب أن يحارب إلى أن يعود له كافة التراب. وإن كان حاليا عنده 22% من أرض فلسطين بس مش عارف ياخدها، 22% اللي هم الضفة وغزة، 22% من أرض فلسطين التاريخية. أيها الأخوة الأعزاء، أنا بشكرك سيادة الرئيس على إتاحة هذه الفرصة للتوضيح، بنوضح إن هناك جريمة بترتكب في حق العرب وفي حق مصر أولا، وهم يقصدون بأمانة ربنا وأنا بقولها مدوية، لا الأمريكان ولا الإنجليز ولا اليهود، مش اليهود، العصابة الصهيونية عايزين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيحاربوه، ولكن الشعب المصري سيقف خلف الرئيس إلى آخر مدى. وإنني منهم باسم المستقلين في المجلس إذا سمحوا لي، كلنا من أيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقف خلفه في كل ما يتخذه من إجراءات لصالح هذا الوقت. شكرا سيادة الرئيس. شكرا سيادة النائب. سيادة النائب أكمل نجاتي. شكرا معالي الرئيس. الحقيقة يا رئيس إن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية كل يوم بيثبت أنهم مجرمي حرب بامتياز، بدءا من بحر البقر ونهاية بالمستشفى على رؤوس الأطفال والنساء. الحقيقة يا رئيس إن إحنا النهاردة يجب أن نعلي كلمة الوطن مصر والوطن العربي. لهذا باسمي وباسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضائها، نفوض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سلامة وأمن ووحدة الأراضي المصرية. وأيضا ندعو كل الشعب المصري للمصابرة والارتباط حتى ندخل المساعدات إلى غزة. لبيك غزة، لبيك غزة، لبيك مصر. شكرا سعادة النائب. سعادة النائب تيسير مطر. شكرا سعادة الرئيس، والحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك. وبنشكرك على البيان اللي سيادتك قلته، لأن حضرتك اللي قلته هو اللي احنا كلنا عايزين نقوله. على الرغم من الظروف اللي احنا عايشين فيها واللي احنا بنشوفه قدام عينينا من انتهاكات لحقوق الانسان، من تدمير لناس عايشة في بيوتها، نهاية باللي حدث امس من ضرب للمستشفى بالناس المدنيين اللي فيها بالمصابين اللي فيها، الحقيقة مش جرائم حرب وبس، ده بيدل على ان اسرائيل بتتصرف بتصرف اجرامي لا يليق ابدا بدولة ولا يتسق ولا يتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
الحقيقة يا ريس كلنا لو عايزين نقول هنقول كلام كتير جدا، بس أنا عايز أحافظ على وقت المجلس. فمن منطلق اللي بنشوفه ومن اللي احنا شايفينه، احنا بنؤكد كحزب إرادة جيل وكتحالف الأحزاب المصرية اللي بيضم 42 حزب تفويضنا التام للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنقول له يا ريس اللي بيحصل النهاردة جمع الشعب المصري كله خلفك ثقة فيك ولبعد نظرك ولحمايتك للمواطن المصري وللأراضي المصرية، وشكرا لسيادتك وشكرا لسادة الزملاء. شكرا سعادة نائب. سعادة نائب أبو النجا المحرزي. شكرا دولة الرئيس، احنا بنشكرك على الدعوة لعقد اجتماع طارئ، لأنه كل واحد كان في نفسنا هذا الاجتماع. والحقيقة احنا بنوجه تحية تقدير واحترام لقيادتنا، قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يتخذوا من إجراءات، واحنا بنفوضه، بنقول له رئيس كل الشعب المصري بنفوضك في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية الوطن. تحية تقدير للشعب المصري، أقول للشعب المصري ها هو موقفكم، توحدوا خلف القيادة السياسية. الرئيس عبد الفتاح السيسي ما فعله يستحق كل تقدير واحترام. كنا زمان نقول عايزين قوي الجيش، ليه؟ هو الجيش جه وقته، الجيش جه الوقت اللي بنقول الجيش عايزين حماية مصر. تحية تقدير للشعب المصري، أرجوكم اصطفوا خلف الرئيس قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقفوا صف واحد، احنا وراء القيادة السياسية. كل تحية وتقدير للشعب المصري، كل تحية وتقدير للقوات المسلحة، كل تحية وتقدير للقيادة السياسية، وشكرا سيادة الرئيس. شكرا يا فندم. شكرا. سيادة النائب فايز أبو حرب. شكرا سيادة الرئيس، أحيي سيادتك على البيان الشامل الذي ألقيته والذي يعبر عن كل أعضاء مجلس الشيوخ المصري. سيادة الرئيس، ما أشبه اليوم بالبارحة، سنة 1948 عندما قامت نكبة فلسطين الهجناء، وكل أبناء اليهودية إسرائيل كانوا يهجرون الفلسطينيين ويقتلونهم وينكلوا بهم، وأصبحوا الآن لاجئين في دول مجاورة، في الأردن، في لبنان، في سوريا، في بعض الدول العربية والأوروبية. اليوم النكبة الثانية للشعب الفلسطيني، ما نشاهده اليوم من دمار وتنكيل وهدم المنازل على رؤوس قاطنيها وقصف المستشفيات بالأطفال، الذي بها الأطفال والشيوخ والنساء، لهو دليل على أنها نكبة أخرى، وإجبار الشعب الفلسطيني للنزوح، ويدعونهم حكامهم إلى النزوح ناحية الجنوب إلى الحدود المصرية. سيادة الرئيس، إن الحدود المصرية لها وطن يحميه، ولكن كل الخوف إن هؤلاء الشيوخ النازحين أكثر من 2.3 مليون مواطن فلسطيني ينزحوا إلى الجنوب، فبالتالي تصبح قنبلة موقوتة في هذه المنطقة. سيناء، الأرض التي حررها الشعب المصري بدماء جنوده وشهدائه، لم يسمح إلى أي مواطن أن يجتاز هذه الحدود، ولكن نحن مع أخواننا في القضية الفلسطينية في كل ما يتم من إجراءات لكي نحافظ على أمنهم وسلامتهم. الشعب الفلسطيني يدرك تماما أنه إذا رحل من غزة أو من رفح أو من خان يونس سيتم إنهاء القضية الفلسطينية للأبد، وثم بعد ذلك الدور على الضفة الغربية وترحيلها إلى الأردن. سيادة الرئيس، نحن أبناء الشعب المصري، وأنا وصفتي نائبا أفوض سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الآن للقوات المسلحة بما يمليه من إجراءات وسلامة للحفاظ على الأمن القومي المصري وخط الحدود الدولية، وشكرا سيادة الرئيس. شكرا سيادة النائبة أمل رمزي. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر معاليك يا سيادة الرئيس على الكلمة. أكيد لن أزيد على ما قاله الإخوة الزملاء من الإدانة للغزو الإسرائيلي على
الأراضي الفلسطينية وعلى غزة، وأعتبر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط مفاهيم الإنسانية، وأطالب إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار. كما أؤكد على أن موقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان فخامته وعدم تخلي مصر عن الأشقاء في فلسطين والمحافظة على مقدراتهم ما هو إلا تجسيد لكل ما هو موجود في ضمير كل مصري عبر مدى على التاريخ، وكاشف بما لا يدعي لمجالا للشك عن مدى الحكمة والرصانة للقيادة السياسية في إدارة الموقف، لا سيما في ظل بعض الأفعال التي تصدر من بعض الأطراف بغيض إقحام مصر أو جرها نحو تنفيذ مخططات لم ولن تتنازل نحو السيادة المصرية. شكرا معالي الرئيس. شكرا. سعادة النائب فرج فتحي فرج. مش موجود. سعادة النائب طارق نصير. سيادة الرئيس، جميع أعضاء مجلس الشيوخ، ممثلين للشعب المصري وكافة القوى السياسية والمجتمعية، في حالة من الاستنفار منذ بدء الأزمة في قطاع غزة، وهذه الحالة وصلت إلى ذروتها أمس عقب قصف مستشفى الأهلي المعمداني وقتل المئات من الجرحى، وفي نفس التوقيت قصف معبر رفح من اتجاه الفلسطيني لمنع وصول أي إمدادات من معبر رفح المصري. كل هذا وصل بالشعب المصري إلى الحلقوم، وكان في انتظار رد السيد الرئيس اليوم وتصريحاته، والشعب عن بكرة أبيه نزل اليوم بالملايين في ميادين مصر مطالبين بالوقوف إلى جانب السيد الرئيس في كافة القرارات التي يتخذها للحفاظ على الأمن القومي المصري. وغير مسموح تماما من كافة الشعب المصري بتجريف القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية ونقل الفلسطينيين إلى جنوب غزة ثم تهجيرهم إلى أراضي سيناء لنقل المعركة من الأراضي الفلسطينية إلى الأراضي المصرية، لتكون المعركة ما بين حماس من فلسطين من سيناء مع إسرائيل، وتكون هناك حرب مستمرة على الأراضي الفلسطينية. وهذا حفاظا على الأمن القومي المصري، نتضامن جميعا ونزكي السيد الرئيس في كافة القرارات التي يتخذها للحفاظ على الأمن القومي المصري، لأن السيد الرئيس هو أقدر شخصية تعلم ما هي مقومات الأمن المصري والحفاظ على كيان الدولة المصرية وحدودها. شكرا سيد الرئيس. شكرا. سعادة نائب محمد محمود حسام الدين. شكرا دولة الرئيس، بشكر معاليك على الدعوة لهذه الجلسة الطارئة بمناسبة هذه الأزمة الكبرى التي تتم على أرض فلسطين الشقيقة. كما نترحم على شهداء الشعب الفلسطيني الأبرار الذين قتلوا في سبيل الدفاع عن وطنهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، شفاهم الله وعافاهم. سيد الرئيس، إن ما يتم على أرض فلسطين الحبيبة، ولا نقول قطاع غزة فقط، إنما هي حرب إبادة جماعية باستهداف المدنيين والنساء والأطفال، بل امتدت الجريمة للمرضى في المستشفيات، فهي جريمة ضد الإنسانية لن يمحوها الزمن.
نحن نرفض وبحسب أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني الأبي وإبعاده عن أرضه وتصفية قضيته. إننا جميعا نقف صفا واحدا خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه الشديد على السيادة الوطنية على كل ذرة من تراب مصر الغالية، كما نشيد بجهود السيد الرئيس لإحلال السلام العادل في الأزمة الفلسطينية وعمله الدؤوب لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. ودليلنا هو قوافل المساعدات الإنسانية التي وجه سيادته تحالف الوطن المصري للعمل الأهلي لتجهيزها لإغاثة الفلسطينيين المحاصرين، كما نحيي حكمة السيد الرئيس لمنع اتساع رقعة الصراع ولحس عقلاء العالم على الوقوف في وجه الحملة الإسرائيلية البربرية ضد الشعب الفلسطيني الذي لا يطلب إلا أن يعيش على وطن مثل غيره من شعوب العالم. سيد الرئيس، أنا معجب بإدارة الدولة المصرية لهذه الأزمة الكبرى، لذا نحن مع وخلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله، وشكرا جزيلا. شكرا سيادة النائب. سيادة النائب طارق عبد العزيز. شكرا سيادة الرئيس. ويعني انا كنت قلت كلمه لكن انا مش هقراها لامور كثير. اولها انه هذه الكلمه ستظهر ضئيله امام الكلمات الراسخه الرصينه الوطنيه العظيمه الصادره عن القياده السياسيه لرئيس العظيم الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما قاله اليوم وامس. ايضا ستظهر هذه الكلمه ضئيله امام كلمه سيادتكم في افتتاح هذه الجلسه اليوم، فقد عبرت في ايجاز شديد وبقوه عظيمه عما كان يقول في خاطري. ما تفضل به كل زملائي من السادة الأعضاء الموقرين وما قرروه جعلني أضع هذه الكلمة هنا دون أن أقرأها، لكني وأنا أقرر الآن فجميعنا متفقين على أن ما يرتكبه الآن الصهاينة إنما يمثل جريمة مكتملة الأركان حددتها في نموذجها الإجرامي المادة 8 من ميثاق تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ومعاهدة روما فيما تناولته من تأسيس المحكمة وأيضا اتفاقية 49 في جنيف. هذه الجريمة وهذا النموذج الإجرامي الذي حددته المادة 8 إنما يقدم هؤلاء المجرمين بهذه الأفعال المشينة الى هذه المحكمة. اخر حكم كان في الكونغو 30 سنة، ما ارتكب امس اقوى مما ارتكب في الكونغو. حكم على رئيس الكونغو ب 30 سنة في الابادة الجماعية وهذه الجرائم التي ضد الانسانية وجرائم الحرب، حكم في 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 2019. ولهذا سيد الرئيس حضرات زملائي الافاضل اود ان اقرر وأنقل إليكم رسالة أحملها الآن وهقولها بالبلدي لأن أنا بعبر عن جزء وشريحة كبيرة من المواطنين المصريين في الريف. أرادوا أصحاب القلوب السوداء وقصار النظر إنهم وقت في وقت من الأوقات اتقال، ولا بقولها على مسؤوليتي لكن رسالة بنقلها، اتقال احنا بنجيب من استيران ليه ورفال ليه، احنا عايزين ناكل، وبدأوا يحطوا السم في العسل لاخواتي واولادي،
احنا مش عايزين سلاح، احنا هنحارب ليه؟ ما تجيبوا لنا فلوس، جيبوا لنا بصل وجيبوا لنا طماطم وجيبوا لنا لحمه. الان مصر قويه في الرؤى التي راها الرئيس من بدري، شاف ان المنسترال والرفال وتنويع السلاح وتحديثه وتقويه الجيش امر خلانا النهارده نقف في القاعه دي ونتكلم واحنا اقوياء، ونتكلم واحنا قادرين ان ورانا ظهر بيحمينا. نعم كنت على حق يا سياده الرئيس عندما فكرت في تسليح الجيش المصري اللي قعد 40 سنه ما يتجددش. نعم شفنا قواتنا وهي رايحه ليبيا بتنقذ اخواتنا في ليبيا، واسطول السيارات شايل معدات بتنقذ السيول اللي كانت في ليبيا. الان هذه الاسلحه هي اللي مخليني واقف دلوقتي بتكلم قوي. بدون هذا السلاح وبدون هذه القوه لم يكن لنا حديث، وانا شخصيا مش قادر اتكلم الكلام ده. لكن هذه الرؤية الصائبة وهذا البصيرة اللي أنا عم بها المولى عز وجل على قواتنا المسلحة وعلى رئيسنا خلينا نتكلم بقوة. أنهي حديثي بكلمة، لن أفعل أو لن أسكت مثل ما فعل اليهود مع نبي الله موسى عندما قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون. أقول لعبد الفتاح السيسي اذهب أنت وربك فقاتلا فنحن جميعا معك مقاتلون. شكرا سيادة الرئيس. شكرا سيادة النائب. سيادة النائب سمير قاسم. دولة الرئيس، السادة الزملاء الأعضاء، دعنا نتساءل كيف السبيل وما هو المصير في القضية الفلسطينية التي تزداد مع الأيام صعوبة وتعقيدا ودراوة. ما يحدث حاليا من محاولة إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية بتحويل غزة إلى جحيم يضع الفلسطينيين بين خيارين: واحد، القبول بتقويض القضية الفلسطينية والرحيل عن دولتهم وأرضهم في صمت إلى سيناء بالدولة المصرية بحثاً عن الأمن والحياة في محاولة لفرض صفقة القرن التي رفضتها مصر وتصدت لها بقوة. اثنين، البقاء والانتحار في غزة وتصبح الدولة المصرية بين خيارين، تصبح الدولة المصرية وقيادتها في موقف صعب، إما قبول دخول أهالي فلسطين الهاربين من الموت والباحثين عن الحياة والأمن للأراضي المصرية، أو التصدي لهما ومحاولة منعهم فينطلق الإعلام الموجه بكافة أشكاله وتوجهاته ليهاجم مصر وقيادتها وتأليب الشعب ضد دولته وقياداته. وفي هذه اللحظات الفارقة يجب على كل مصري أن يصطف حول الدولة وقيادتها السياسية التي تقف قوية وشامخة مع وعي تام بأهمية القضية والعواقب المترتبة على الأحداث الأخيرة من طوفان الأقصى ورد إسرائيل بالعدوان الغاشم عليه الذي لا يؤمن عقباه. وتسعى القيادة السياسية للحفاظ على أرواح المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم حتى تقهد الأمل الصهيوني في ترحيل أهالي غزة عن وطنهم بهدف الاستيلاء بالكامل عليها والقضاء على الدولة الفلسطينية. وهذا أمر يرفضه كل وطني غيور على عربته ووحدته، ولن تسمح القيادة السياسية بتدهور الأحوال الإنسانية والحصار والتجويع والتهجير تحت أي ظرف من الظروف، وذلك بعقيدة ثابتة وراخصة وراسخة. وندعم القيادة السياسية والدولة المصرية والجيش العظيم والمؤسسات الأمنية التي لديها قدرة وإرادة قوية في الحفاظ على أمن مصر القومي واستقراره، وانطلاقا من دور مصر الحيوي والتاريخي والريادي بالمنطقة مع الحفاظ على الحدود والأمن الداخلي والخارجي ومواصلة الجهود في التنمية الشاملة المستدامة. شكرا دولة الرئيس. شكرا.
سعادة نائبة نبيل جورج. تفضل. شكرا معالي الرئيس. أنا هتكلم كطبيبة. منذ الأزل إحنا ما سمعناش عن استهداف مستشفى، ولا يوجد مبرر إن إحنا ننذر المستشفى بالإخلاء ويكون ده مبرر إن إحنا نضرب المستشفى. أنا كطبيبة بتخيل إن المستشفى المعمداني هي وقلائل من المستشفيات، حوالي 4-5 مستشفيات هم اللي كانوا شغالين لإعانة المصابين اللي هم بالمئات. فكون إن أنا أبعت للمستشفى أقول يجب الإخلاء الاشتباه في وجود عناصر إرهابية فيها، ده مش مبرر إني أضرب المستشفى بالمئات اللي فيها. أنا بتخيل لو أنا طبيبة ومطلوب مني إخلاء مستشفى ما هي الوحيدة اللي باقية بتشتغل على أضواء المحمول، ما كانش فيه نور، ما كانش فيه مستلزمات طبية، ما كانش فيه أي حاجة بيشتغلوا عليها، وهي بتعمل حاجات بسيطة جدا اللي هي إسعاف سريع. كيف أخلي مستشفى معاليك فيها ناس مصابة وحالات حرجة حروق وكسور؟ ولو أخليت المستشفيات الستة اللي تم إنذارهم هنقلهم في أي عربيات إسعاف؟ والعربيات الإسعاف مستهدفة، وهنقلهم فين؟ مفيش مستشفيات أخرى غير دول. ده حاجة. الحاجة التانية، المستشفيات دي حضرتك الستة كان مش بس فيها مصابين، كان فيها جثث وأشلاء لسه الأهالي بيشوفوا مين تبعهم وبيدوروا على مدافن جماعية. في إحدى الصحف قالوا إن كانت لسه الأشلاء دافئة. أي قانون وأي إنسانية تقول إن إحنا نضرب مستشفى ولو في احتمال 1%، ولا يوجد هذا الاحتمال، إن يكون فيها عناصر إرهابية. معالي الرئيس، رئيس أكبر دولة في العالم في خلال ساعات زار المنطقة، هل كان من الممكن إن إحنا نبعت وفد يشوف هل فعلاً جوه المستشفيات دي عناصر إرهابية ولا لأ؟ كان ممكن لو إحنا عايزين. النهاردة معالي الرئيس، إحنا الشعب الوحيد الذي لا يحق له الخروج الآمن، هو مش عايز يبقى عنده خروج آمن. الشعب الوحيد اللي ما عندوش خروج آمن لا يقدر يتجه غرباً ولا شرقاً ولا شمالاً، وبالطبع لن يتجه جنوباً، لا هو عايز ولا إحنا عايزين، ولا حد هيرضى بهذا. الآن مفيش غير حاجة واحدة، إن المعونات اللي واقفة على المعبر لازم تعدي. حلو خالص إن احنا نسمع إنها مش إبادة جماعية، ولكن هذا ليس بالكلام. إذا لم يفتح المعبر الآن وتعدي المساعدات المصرية اللي واقفة على 4 أيام فيها أكياس دم للشهداء، معالي الرئيس احنا شفنا الشعب المصري نسي الحالة الاقتصادية بتاعته واتجه للتبرع بالدم ومستعد يتبرع بكل لقمة عنده عشان تصل لإخواننا في غزة. فإذا لم تفتح الآن المعابر لوصول هذه المساعدات مش هيبقى فيه كلام في الميديا ان ده مش إبادة جماعية، ده حقيقة هتبقى إبادة جماعية. شكرا معالي الرئيس. شكرا سعادة نائبة. انا بس بعلق تعليق بسيط، انه جميع القوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية لا مساسة بالمستشفيات، لا مساسة بالمستشفيات أيا من كان يعالج فيها جنسيته ودينه وغيره وغيره وغيره. فهذه البربرية أنا أعتقد أنها غير مسبوقة، وإن شاء الله تزول هذه الغمة يعني إن شاء الله. سعادة نائب محمد عبد العليم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، صدق الله العظيم. سيادة الرئيس، أود أن أبلغ رسالتي الأولى لشعب مصر العظيم الذي ورث من أجداده الصمود، أهل بالأزمات. في الأزمات يظهر معدن هذا الشعب، هذا الشعب الذي مول معركة حطين
ولم يكن في خزائن دولته درهما ولا دينارا. هذا الشعب الذي استفاد الأعظم من معركة عين جالوت هو الذي مولها وساندها. هذا الشعب العظيم الذي ظهر اليوم بمظهر حضاري يبلغ رسالة جماعية لقيادته الوطنية، يقول له: لقد فتحت أبواب التاريخ كي تكتب في لوحة الشرف سيادة رئيس الجمهورية كما كتب قبل ذلك أجدادك وآباؤك. كتب سيف الدين قطز، كتب صلاح الدين الأيوبي، كتب المنصور قلاون، كتب الشهيد أنور السادات. سيكتب التاريخ عبد الفتاح السيسي الرجل الذي لا يلين، الرجل الذي لا يلين في مبادئه ولا في حمايته، لا لوطنه ولا لأرضه ولا لعرضه. رسالتي الثالثة لشعب فلسطين، الشعب الأبي، الشعب العظيم، أقول لهم: اصبروا وصابروا ورابطوا والنصر لكم آتي لا محالة. رسالتي الأخرى لشعب إسرائيل: إذا أردتم أن تعيشوا معنا في سلام فالسلام هو سلامنا، سلامنا كمسلمين، سلامنا كمسيحيين، سلامنا حتى كيهود. ولكن لم تأتي شريعة واحدة تحلل لكم أن تقتلوا الأطفال وأن تقتلوا الشيوخ وأن تقتلوا المرضى وأن تقتلوا العسل. إن لعنات هؤلاء ستلاحقكم إلى يوم القيامة. أخيرا سيادة الرئيس، أريد أن أحيي قواتنا المسلحة الأبية التي بها نتكلم، التي بها نقول، التي بها نحتمي. فبقواتنا المسلحة النصر لنا ولأمتنا العربية. شكرا سيادة الرئيس والسلام عليكم. شكرا سيادة النائب. سيادة النائبة هالة كمال. أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة في شهدائنا وشهداء الأمة الإسلامية والعربية، شهداء فلسطين الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم. إن موقف مصر إزاء القضية الفلسطينية لم يتغير بدءا من تاريخ الصراع الطويل، بداية من دخول الجيش المصري أراضي فلسطين في محاولة الدفاع عنها وشعبها عام 1948، مرورا بكل الحكومات المصرية بلا استثناء تقف في موقف واحد من القضية الفلسطينية. وتأتي تصريحات الرئيس السيسي لدعم غزة وشعبها ورفض الممارسات الإجرامية والقصف العشوائي للمدنيين والأطفال والمستشفيات لتؤكد من جديد موقف مصر الدائم للوقوف مع القضية الفلسطينية وترفض دولة وشعب الممارسات الإجرامية التي يقوم بها العدو الصهيوني، والتي تتطلب منا جميعا الوقوف لمساندة إخواننا في غزة. ونتطلع من الدول العربية جميعها اتخاذ موقفا موحدا ضد الاحتلال الصهيوني كما وقفت مع مصر في حربها ضده حتى حققنا النصر بفضل تعاوننا ومساندتنا لبعض. لابد من ضغوط دولية من الشعوب العربية في تعاملات اقتصادية مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، يعني البترول العربي، التطبيع مع إسرائيل، التعاملات الاقتصادية. هناك أمور كثيرة من الممكن أن تكون وسيلة ضغط من الدول العربية إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة المساندة للأعمال الإجرامية من إسرائيل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. شكرا. شكرا. سيادة النائب عمرو حلمي. شكرا سيادة الرئيس، كل التقدير والاحترام للبيان القيم المتوازن الذي أدليتم به حول التطورات الخطيرة والمتردية التي تشهدها القضية الفلسطينية. لي أن لدي أربع ملاحظات ربما تكون ذات أهمية في هذا الصدد.
أنه في الوقت الذي تبدي فيه العديد من الديمقراطيات الغربية تضامنها غير المشروط مع إسرائيل، فإن عليها أن تتحمل مسؤولياتها السياسية والإخلاقية وأن تتخذ خطوات جادة تهدف إلى إجبار إسرائيل على رفع الحظر المفروض على أكثر من 2,300,000 فلسطيني في قطاع غزة، كما أن الأمر يجب أن يمتد إلى دفع إسرائيل لرفع القيود التي تفرضها على إمكانية نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني المحاصر. أن تقاعس القوى الغربية على التصدي لما تفرضه إسرائيل كقوة احتلال من عقاب جماعي على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها المتوسطة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقية الرابعة لعام 1949 بات يؤثر سلبا في مصداقية تلك القوى وما تدعيه عن تمسكها بقيم احترام حقوق الإنسان. النقطة الثالثة أن ما يزيد من بواعث القلق يتعلق بتبني عدد من القوى الغربية للتصورات الإسرائيلية التي تروج لأن تهجير الشعب الفلسطيني لعدد من دول المنطقة يمكن أن يمثل حلا لمجمل الأوضاع التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وما تم التأكيد عليه على رفضه سواء من القيادة السياسية المصرية أو بمقتضى قرار مجلس الجامعة الدول العربية الذي صدر يوم 11 أكتوبر الجاري. أننا في إطار دعمنا للموقف الوطني الراسخ الذي تتخذه القيادة المصرية، فأننا نؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي على تنفيذ كل ما من شأنه أن يساعد نحو وقف الأدوان ورفع الحظر الإسرائيلي المفروض والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني وإعادة إحياء العملية السلمية والعمل على تحويل صيغة الدولتين إلى واقع عملي حقيقي، إذ أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين وليس عن طريق سياسة التهجير أو محاولات تسوية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. وشكرا سيادة الرئيس. شكرا سيادة نائب محمود مسلم. شكرا يا معالي الرئيس. الأول خلينا نتوجه بالتحية وخالص العزاء للشعب الفلسطيني الأعزل، والتحية أيضا للشعوب العربية التي انتفضت عن بكرة أبيها منذ أمس منذ هذا الحادث الغاشم حتى اليوم في جميع الشوارع العربية، وأيضا بعض شعوب دول العالم التي تعاطفت بإنسانية بعد أن فقدت الحكومات إنسانيتها في دعمها اللامحدود ل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. كتبت في نوفمبر 2012 رسالة إلى السيسي، قلت له وهو وزير الدفاع: طال الشك كل نفوس المصريين حول سيناء، وسيناء هي مسؤولية وزير الدفاع إذا كان وقتها لا أحد يثق في حكم الإخوان. وكانت وقتها المقالات بدأت تظهر عن صفقة القرن المزعومة. الغريب أن بعد كل هذه السنوات ما زال البعض يتحدث عن هذه الصفقة ببجاحة وبجراءة غريبة، ولكن ما حدث في السنوات الماضية يؤكد بعد نظر قيادة الرئيس السيسي لمصر وعينيه على سيناء منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية. فما حدث من تنمية في سيناء يجب أن نتذكره في هذه الأيام، ما حدث في إخلاء المنطقة على الحدود في سيناء وهدم الأنفاق يجب أن نتذكره في هذه الأيام، ما قام به الرئيس والجيش من تطهير سيناء من الإرهاب يجب أن نتذكره في هذه الظروف الصعبة. فكل هذه الأمور لو كانت موجودة الآن لتغير الحال تماما ورجعنا تاني وعدنا لنكتب مرة أخرى رسائل. تحية إلى الرئيس السيسي وتحية إلى الدولة المصرية التي رفضت فتح المعبر لعبور الأجانب إلا بفتح المعبر للمساعدات الإنسانية والطبية. تحية إلى رؤساء الدول وقادة الدول مصر والأردن وفلسطين الذين رفضوا لقاء القمة اليوم مع بايدن في بعد حادث أمس في المستشفى. لأول مرة أو من المرات القليلة في قضية فلسطين التي تتطابق فيها وجهة النظر الرسمية مع وجهة النظر الشعبية، ولذلك أتضامن مع مجلس أمناء الحوار الوطني الذي
يدعو إلى وقفة يوم الجمعة عند النصب التذكاري للجندي المجهول بعد صلاة الجمعة، ومرة أخرى تحية إلى أهل فلسطين وإلى الشعوب العربية في كل مكان المتعاطفة مع هذه القضية. شكرا يا معالي الرئيس. شكرا. سعادة النائب براندا مصطفى. شكرا سيادة الرئيس. بداية أشكر سيادتكم على عقد تلك الجلسة الطارئة التاريخية لتسمح لنا لنعبر عما في نفوسنا للعالم أجمع، وأيضا أتقدم بخالص التعازي لشعب فلسطين الشقيق. ورغم كل الألم الذي شعرنا به، إلا أنني منذ اليوم الأول شعرت بمنتهى الفخر، منتهى الفخر لأن بلادي هي أول بلد عربية تنتفض، لأن رئيس جمهورية مصر العربية هو أول رئيس انتفض ووقف في وجه كل هذه القوى الغاشمة حين رفض وبشدة فتح المعبر لتمرير الأجانب مقابل تمرير الغذاء للشعب الفلسطيني بكل صمود وبكل إباء. هذه هي مصر. حين رفض الجلسة الرباعية مع الرئيس بايدن، حين وقف اليوم شامخاً ومتحدثاً بكل صراحة ليس فقط للمستشار الألماني ولكن للشعب المصري كله، لن نسمح بتهجير الفلسطينيين، لن نفرط في قطعة ولا شبر واحد من أرضنا المصرية الحبيبة. سيدي الرئيس، أرجو أن تسمح لي باسمي وباسم سيدات حزب حماة الوطن عظيمات مصر الذين يحتشدون الآن في كل المحافظات المصرية لتقويت سيادتكم ثانياً وثالثاً وعاشراً، سنة على بركة الله ونحن ورائك للأبد، ربنا ينصرك. شكراً جزيلاً. شكراً. سيادة النائب عصام هلال. شكراً دورة الرئيس. لن أتحدث عن كذب وافتراء وقتل تقوم به الدولة الإسرائيلية، ولكن اسمح لي سيادتك إن أنا أوجه التحية، كل التحية للدولة المصرية بكل مؤسساتها، والتي يأتي جلستنا اليوم ضمن هذه الفاعليات التي انطلقت من كل مؤسسات الدولة المصرية، وانطلق زعيمها بموقف غير مشهود وغير مسبوق، موقف يدل على زعيم قوي شجاع تعبيرا عن قضية لن ينسى فيها معاناة شعب فلسطين وإصراره على ربط عبور أي أجنبي من المعبر إلا بعد عبور المعونات، وعلى أن يستعرض مع كل القوى العالمية وسط موقف مخزي ومخجل من العالم، يأتي موقف الدولة المصرية وزعيمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقف يتسق مع التاريخ المصري في وقفته مع القضية الفلسطينية واعتبارها أمن قومي، وزادت من حدة الأمن القومي ما يحاك بالدولة المصرية حاليا، ومحاولة خلق واقع جديد ومشكلة جديدة بتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، يريدون أن يرحلوا المشكلة إلى الأراضي المصرية لنجعل بعد ذلك المشكلة ما بين ننقل المشكلة ما بين مصر وإسرائيل، ولكن بموقف شجاع وقوي وإرادة قرار مستقلة بعيدة عن أي تأثير ولن تخشى أي تأثير مهما كانت القوة، نعلم جيدا مدى الضغوط التي تتعرض بها مصر وتتعرض لها مصر ويتعرض لها الزعيم عبد الفتاح السيسي، ولكن وصف موقف شجاع لزعيم معبر عن إرادة شعبية حقيقية ظهرت اليوم بمجرد أن أعلن مع المستشار الألماني أن ملايين المصريين سينتشرون في الميادين المصرية، بمجرد هذه العبارات خرجت اليوم رموز وستستعد للخروج بأكثر من ذلك في كل ميادين مصر، معبرة عن وقفتهم خلف قيادتهم السياسية
ومؤيدة لقراراتها ومفوضة لزعيمها في اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها حفاظا على الأمن القومي المصري، ودفاعا عن القضية الفلسطينية، ودفاعا عن نقل وخلق بؤرة جديدة من بؤر الصراع في المنطقة. فمن هنا نحن جميعا نؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قراراته وفي توجهاته تجاه هذه القضية، ونعلن جميعا تفويضنا له في اتخاذ ما يراه، وكلنا ثقة في قراراته في اتخاذ ما يراه حفاظا على الأمن القومي المصري. وشكرا لحضرتك. شكرا سيد سعادة النائب يوسف عامر. سيادة الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، اسمح لي في البداية أن أشكر سيادتكم على هذا الاجتماع الطارئ لأهميته في هذا الوقت الضروري والأهم. واسمح لي سيادتكم في البداية أن أعبر عن تأييدي الكامل والمطلق للدولة المصرية وقياداتها الحكيمة في كل ما تتخذه من إجراءات وقرارات وإقرارات وأقوال وأفعال وممارسات بشأن القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك كل ما يحافظ على الأمن القومي المصري. وأفوض الجيش المصري العظيم وفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في كل ما يراه مناسبا في الحفاظ على الأمن القومي المصري والعمل من أجل صالح العباد والبلاد. سيادة الرئيس، أرفض وبقوة تهجير الشعب الفلسطيني وخروجه من أرضه لأي سبب من الأسباب، فتهجيرهم يعني القضاء على الوطن فلسطين وتاريخه وقدسيته، وهو ما لم ولن نسمح به في أي وقت من الأوقات. ففلسطين للفلسطينيين المقيمين الآن بداخلها أو في الشتات. سيدي الرئيس، فلسطين وطن الفلسطينيين، وطن محتل، والدفاع عن الوطن ومقدراته وهويته واجب على كل أبنائه، سواء أكانوا يعيشون على أرضه أم في بلد آخر لأي سبب من الأسباب. وإذا كانت أرض الوطن محتلة أو جزء منها فالدفاع عنها فرض على كل فرد من أفراد أبناء الوطن أيا كانت أعمارهم وأحوالهم. فالشريعة توجب هذا على الجميع، والقانون الدولي المعاصر يؤكد على هذا الحق في الدفاع الشرعي، لأنهم بهذا يحافظون على المقاصد الشرعية العليا ويدافعون عنها، والتي هي حفظ النفس والعقل والدين وعرض الإنسان وكرامته ونسله والمال المتمثل في الممتلكات العامة والخاصة. إن جميع أفراد الوطن مطالبون بالحفاظ عليه وعلى مقدراته وهويته والمدافعة عنه بكل السبل ضد أي احتلال عسكري كان أو فكري أو ثقافي أو أي شيء يضر بالوطن وهويته. سيادة الرئيس، اسمح لي أن أقدم تحية إجلال وإكرام لشعب مصر العظيم
تحية إجلال وإكرام واحترام لجيش مصر العظيم، تحية إجلال وإكرام وتقدير واحترام لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ونحن نفوضه في كل ما يراه مناسبا لصالح هذا الوطن العظيم، نؤيده في كل أقواله وفي كل أفعاله وفي كل قراراته وفي كل إقراراته وفي كل ممارساته. تحيا مصر وتحيا فلسطين ويحيا كل المسالمين على وجه الأرض جميعا في كل وقت وفي كل زمان. شكرا سيادة الرئيس. شكرا سيادة النائب. سيادة النائب عياد راغب. دولة الرئيس، بسم الله، قبل أن أبدأ كلمتي البسيطة أود بيت شعر بالنسبة لأبناء الشهداء. ابن الشهيد الفلسطيني، فلتهدى رفاتك بين الثرى وتطرب سرورا، فلقد كان موتك بداية لنار تتأجج بين الصدور، وشعلة بثقت من بين الدجى لتبعث نارا ونورا. دولة الرئيس، إن اجتماعنا هذا ليس للشجب والاستنكار، بل هو إعلان صريح لتضامن الشعب المصري بكل أطيافه مع القضية الفلسطينية. إن هذا الاعتداء الآسم والغشيم الذي طال كل شيء حتى المستشفيات والمدارس، هذا الاعتداء المنافي لكل قواعد الإنسانية لا يمكن أن يمر هكذا، بل لا بد للشعوب العربية والإسلامية، بل كل البلاد المحبة للسلام، أن تعلن بوضوح رأيها في هذا الاعتداء السافر، سواء في هيئة الأمم المتحدة أو الجامعة العربية. إن كلمة السيد الرئيس اليوم كانت كافية وشافية لتعلن بكل وضوح فتح المخطط الصهيوني لاحتلال أرض سيناء وجعلها أرض معركة. نعم، كل الشعب بكل أطيافه معك يا سيدي فيما أعلنته من أن حدود مصر خط أحمر، كما أوضحت يا سيدي أن طلب إسرائيل بدخول الفلسطينيين لأرض سيناء هو بمثابة حرب. لكل ذلك، فإن العالم كله يجب أن ينتفض ويقف بكل قوة أمام هذا الاعتداء الآثم. وفق الله رئيسنا وقائدنا وجيشنا وشعبنا لما فيه خير هذا الوطن، والسلام عليكم. شكرا سيادة النائب. سيادة النائب محمد شوقي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. سيدي الرئيس، لقد جاوز الظالمون المدى. ما يرتكب بحق إخواننا في فلسطين، في فلسطين كلها، الذي يسمى منها الآن إسرائيل على خلاف قواعد القانون الدولي، وما يعد احتلالا في الضفة الغربية وغزة، في جميع أرض فلسطين التاريخية ترتكب جرائم بحق الإنسان. غير أن ما حدث في الأيام الأخيرة جاوز المدى. كافة الجرائم الأشد التي يراها المجتمع الدولي، الجرائم الأشد في هذا المجتمع والتي اختصت بها المحكمة الجنائية الدولية، جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، رباعيتها تنطبق في الحالة التي نحن بصددها. ما يحدث هو جريمة عدوان، ما يحدث هو جريمة حرب، ما يحدث هو جريمة إبادة جماعية، ما يحدث هو جريمة من الجرائم ضد الإنسانية. سيد الرئيس، يؤسفني شديد الأسف وأنا أستاذ للقانون الدولي أن أقول إن هذا القانون أضحى ألعوبة في يد الغرب، وأضحى ألعوبة في يد الكيان الصهيوني.
يضرب به عرض الحائط لا أمل. أقولها وأنا يعني قلبي ينزف من هذا لك الحقيقة، لا أمل على الإطلاق لا في مجلس الأمن ولا في الجمعية العامة التي أشار بعض الزملاء إلى استدعائها، ولا في المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الضعفاء ولا تحاكم الأقوياء، ولا أمل على الإطلاق سوى في قوتنا. قوتنا هي أساس الفعل وأساس تحقيق النتيجة. قوتنا هذه سيد الرئيس تشمل كل عناصر القوة، القوة المسلحة، القوة الاقتصادية، القوة الاجتماعية. وقفة الناس كما رأيناها اليوم في كافة ربوع الوطن في خلف قيادتهم هي مصدر أساسي من مصادر القوة. وإن كان لهذه المشكلة أن تحل في القريب العاجل فيكون هذا الوقوف خلف القيادة صفا واحدا هو أحد أهم هذه العوامل. سيد الرئيس، خطة من خطط إبليس الكبرى تمارس بحقنا، يسعون إلى تهجير الفلسطينيين من قاطني غزة نحو سيناء ليتخلصوا هم من عبء القضية التي خلقوها، وتحمل بلادنا التي تحملت في هذا السياق خمس حروب متتالية في 25 سنة ما لم تتحمله دولة أخرى في التاريخ، خمس حروب في 25 سنة. يريدون أن نتأمل هذا، ولكن كما قلت وقوفنا خلف قيادتنا وخلف دولتنا صفا واحدا هو السبيل لهذا للتغلب على هذه المشكلة. سيد الرئيس، أختم فأقول إنني أؤيد السيد رئيس الجمهورية فيما اتخذه وفيما سيتخذه، أفوضه فيما سيتخذه، أشد على يديه فيما سيتخذه حفاظا على الأمن القومي المصري وحفاظا على والتزاما بمسؤوليات مصر إزاء أمتها العربية وفي القلب منها فلسطين. وشكرا لكم. شكرا سيادة النائبة سهى سعيد. شكرا سيادة الرئيس على منح الكلمة. الحقيقة مش هنقدر نحصي عدد الجلسات الطارئة في عمر البرلمانيات العربية واللي تتعلق بالقضية الفلسطينية ولا عدد الكلمات، ومش عارفين لحد امتى هنفضل نسأل الضمير العالمي عن المجازر وعن المذابح التي تتم في حق الضعفاء في هذا العالم ومنهم أهلنا في فلسطين. ما يمارس الآن ضد الشعب الفلسطيني هي إبادة جماعية، ما لم تستطع يعني القوى الغربية تنفيذه بالترغيب في صفقة القرن فيتنفذوا الآن من خلال التهجير القسري للفلسطينيين في أراضينا في سيناء، وهو ما نرفضه تماما. لحد إمتى هنبقى شاهدين على أنه هذه المجازر وهذه يعني القتل الممنهج ضد هذه الشعوب التي لم تقترف أي ذنب أكثر من أنه الاحتلال واللي قدر يعملوا فيها على مدار هذه السنوات. احنا الحقيقة بنلتف حول زعيم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن النهاردة شفنا في عدد كبير من المناطق وفي عدد كبير من الجامعات الشباب وهو يستجيب لهذه الوقفات. نلتف حول الرئيس عبد الفتاح السيسي ونفوضه على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الأمن المصري القومي والأمن العربي، الأمن القومي العربي أيضا. شكرا فخامة الرئيس. شكرا النائب سيادة النائب محمد شبانة. مش موجود. موجود؟ لا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا على هذه الجلسة الطارئة، واللي الحقيقة جاءت سريعة ومعبرة، وأظن أن كل الكلمات لكل زميل الآن من قلبه ومن مصريته ومن عروبته. سيادة الرئيس،
النهارده ورئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي يتحدث، كان يتحدث بلسان كل مصري، وكان مصدر لقوة المصريين أمام العالم الغربي، العالم الغربي الذي انكشف في هذه القضية أمام كل مواطن عربي. إذا كنا هنعول على الغرب أي شيء فإحنا بنضحك على نفسنا. لا أمم متحدة ولا أي منظمات عالمية ولا أي محاكم دولية جنائية، كلها بقى زي أوبريت الليلة الكبيرة في عرايس في إيد الغرب. الحقيقة أرجو إن إحنا يعني نشجب كل ما يقوم به الإعلام الغربي من كذب وتضليل وخداع وتمهيد ومحطات وقنوات كبيرة زي البي بي سي وزي السي ان ان، وكلها قنوات مخابراتية في الأصل، وكانت تمهد لهذا القصف على المستشفى ثم تعتذر ثم تكذب وتتحدث عن قتل 30 طفل إسرائيلي ثم تعتذر. قد سقطت كل أوراق التوت من على جسد الغرب. سيد الرئيس، أعتقد إن احنا كلنا كعرب شايفين ما لبنان، وهي هي فلسطين، والله اعلم الدور على مين. اعتقد ان احنا في مرحلة افاقة عربية، ونحتاج لتكاتف عربي صحيح وسليم. واللي ظهر في الاونة الاخيرة من دول عربية مش هذكر اسماء، لكن ظنت انها تضع يديها في يد هذا الكيان الصهيوني، اليوم تتأكد انها كانت على خطأ، ولا بد وان يتلاحم العرب بالقيادة المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة قال الكلام الواضح امام الدنيا كلها. والحقيقة بتكلم عن نفسي وبتكلم عن اسرتي وبتكلم عن ناسي وعن اهلي وعن المواطن البسيط اللي بقابله في الشارع واللي بيدخل معاه في وسائل الاعلام. النهاردة الصبح وقت ما الرئيس كان بيتكلم الناس تفاعلت ودخلت معه على الهواء وقالت انه يتحدث. شكرا سعادة النائب محمود فيصل القطر. شكرا سيادة الرئيس، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على الاستجابة للدعوة لهذه الجلسة الطارئة. واسمح لي سيادة الرئيس ان اعلن لحضرتك ولجميع السادة الحضور وللشعب المصري كله اننا قبل ان ندخل هذه الجلسة بدقائق تم ضرب اكبر مخبز في غزة. الامر ليس ضرب مستشفى ولا ضرب مخبز، ولكن الامر هو قطع سبل الحياة على المواطن الفلسطيني حتى يضطر اضطرارا للتهجير. قبل ان ندخل جلستنا هذه بدقائق فشل مجلس الامن للمرة الثانية في ان يدين الاعتداء الاسرائيلي على غزة، وايضا في ان يدين الاعتداء الاسرائيلي الصهيوني على المستشفى. فشل مجلس الامن بفيتو امريكي واحد فقط سيادة الرئيس. سيادة الرئيس، ايضا وسائل الاعلام الاجنبية كاملة لم تدين هذا الاعتداء بل وصفته بالانفجار، وهذا يدل على ما يحاك ضدنا من وسائل الاعلام الاجنبية. سيادة الرئيس، الدولة المصرية والرئاسة المصرية منذ شهور وهي تتحدى في كل محفل يخص فلسطين عن الوصاية الهاشمية للمقدسات، وهذه الجملة البسيطة التي لم يلتفت لها احد كانت تعني الرئاسة المصرية جيدا انها تدرك ما يحاك من مخاطر على هذا الوطن العربي. فالوصاية الهاشمية للمقدسات اغضبت منا القريب والبعيد، وانا اعي ما اقول اغضبت منا القريب والبعيد، واصبحت من احاكة المؤامرات على هذا الوطن. ولذلك نجد الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي
السيسي يقف شامخا أمام العالم كله بدل المرة 2 و3 ويعلن وتعلن جميع أجهزة الدولة المصرية أنها لن تسمح بخروج الأجانب إلا بعد دخول المساعدات لأهالينا في فلسطين، فنحن نساعد أهلنا الفلسطينيين في أن يتشبعوا. فالتفجير سيادة الرئيس، فتهجير أهلنا في فلسطين سيادة الرئيس هو تصفية للقضية الفلسطينية وإنهاء لهذه القضية. العالم ينظر الآن والشعوب العربية تحديدا تنظر لمصر بنظرة القائد، بنظرة الأسد. وسائل التواصل الاجتماعي العربية تكفينا فخرا بأنها تناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة الوطن العربي وتصفيق من دول عربية وأجنبية. نتمنى أن نرى لها حديث. شكرا سيادة الرئيس. شكرا سعادة النائب. سعادة النائب طارق سعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. وفي البداية عايز اتكلم من حيث انتهى السيد النائب الزميل محمود القط، والحديث الى الأمة العربية والوطن العربي، وتحديدا نحن أمة كبيرة وأمة من المفترض ان تكون أمة قوية. نحن 13 مليون كيلومتر مربع يا سادة، نحن 22 دولة عربية في جناحين آسيوي وإفريقي، نحن نمتلك اكبر منافذ على مستوى العالم لكي يتصل العالم ببعضه، بدءا من الجنوب بمضيق باب المندب، شمالا مضيق جبل طارق، فمضيق هرمز شرقا، فقناة السويس في قلب العالم. نحن نمتلك ولدينا ثروة بشرية كبيرة تقدر بقرابة 350 مليون نسمة. نحن نمتلك النفط، نحن نمتلك كل مقدرات الثروات والحياة. فلماذا لم يكن هناك حتى الآن قرار عربي موحد، التفاف حول الدولة المصرية التي دائما ما تكون هي البيت الكبير الذي يتصدى، ولا أغالي إذا قلت بمفرده، لكل قضايا العرب؟ فقديما مصر التي حملت كل حركات التحرر والخروج من وطأة الاستعمار عبر التاريخ. مصر الآن هي الدرع والسيف لكل أبناء الوطن العربي. مصر التي تدخلت على الحدود الغربية مع ليبيا بين التهدئة وعودة شبه الحياة إلى الجماهيرية العربية الليبية. مصر التي تدخلت في النزاع الجنوبي في السودان. ومصر أيضا هي التي تتدخل دائما لكل الدول العربية. وبناء عليه يجب على الدول العربية إن لم تستطع أن تساعد في اتخاذ قرارها أن تفوض مصر ورئيس مصر وزعيم مصر. تفضل. على فكره الميكروفون مفتوح. مفتوح والله منور. اتكلم. كما يفوض الشعب المصري عن بكرة أبيه الرئيس والزعيم عبد الفتاح السيسي. نحن الآن يا سادة أمام حدث جلل على المستوى العالمي، وبطريقة شكسبيرية نكون أو لا نكون، إما أن ندافع عن أرضنا وعرضنا وعن وطننا وعن أهلنا وعن كرامتنا، وإما أن نتركها لغرب لا يعلم عن الإنسانية شيئا. يجب على الأمة العربية، على كل قادته وزعمائه، أن يفوضوا الزعيم المصري والدولة المصرية التي منذ فجر التاريخ هي الدين والسيف للأمة العربية بأكملها. شكرا. شكرا سعادة النائب. سعادة النائب عبد الخالق عياد. شكرا لك الحقيقه انا حاضر يعني استرجع حياه كريمه وعمر ابتدت بامر الله، ولعلي ذا المستفيد سمعت صلاه جدتي وهي تبكي لاجل انها جنبت وراء محمد فلسطين.
وبعدين حضرت 56 و 67 و 73 وهذه الحرب الممتدة بإصرار لعزل سيرح عن روسيا، تخطيط طويل وزعمات وجماعات لم تتعلق جوش البشرية أنه لم تحل الثورة الغاشمة قضية في تاريخ البشر. نصر كانت دارها نفسه الامبراطور وكان نصر وجيش قوي مع نصر قوي. أنا هنا أعرف مستقبل هذه الأشياء أتشرف بأن أعلم التأمين المطلق بكل العقل والحكمة الموارد الشامل الذي قررت ذاتك عليه والذي قرر الحق عن ضمير من الشيوخ وتوجيه التالي نحو الوقوف خلف القيادة المصرية. شيء آخر بس عايز أضيفه، أذكر حضراتكم وأذكر نفسي بأنه منذ 9 سنوات استطاع الطالب الزعيم المفتاح السيسي من يونس إنه كان يعتقد إن سيناء أصبحت ثورة للدول حيث أنهم يخدوها فأمر عليهم الوسط، وهنا أصبحوا في صراع بين أنفسهم كيف يعيدوا التاريخ لنفس المنطقة اللي شفناها كلها سنة 2014 القائد عبد الفتاح السيسي. بقول لهم تاريخ مصر ما قالش كده خالص تاريخها. ان شاء الله القائد هيقود مصر وهنحتفل بان كانت الامور الكبيره التي على وشك ان تكون المصر الدوليه الكبيره مهما حاولوا أن الدنيا حاولوا أن يمرحوا. شكرا سيادة النائب. سيادة النائب هشام الحاج علي. شكرا دولة الرئيس. اليوم ونحن أمام مذبحة ضد الإنسانية للأسف يسقط العالم، بل ضمير العالم يسقط. وعندما نتحدث نحن وتتحدث الدولة المصرية على إدانة ما يحدث في الدولة الفلسطينية نصبح نحن دائما المضطهدين ودائما المستهدفين. الصراع الإسرائيلي ومخططاته لن ينتهي منذ 60 عاما، ومخطط إيجور إيلين ما زال موجودا وهناك من يحرسه. مخطط التهجير للدولة المصرية ما زال موجودا. وعي الشعب المصري ووعي قيادته السياسية على مدار العصور والإصرار من الجانب الإسرائيلي والمجتمع الدولي على أن يستهدف ويؤثر على القرار المصري، وكنا من 15 يوم أمام البرلمان الأوروبي بنقول إزاي تتدخل في حقوق الغير وفي الدول وفي دول أخرى وأين حقوق الإنسان، ودلوقتي تتدخلش في إسرائيل ليه؟ هو إحنا اللي أخرسناك؟
تكونش احنا اللي قلنا لك وسمعت كلامنا فاضطريت ما تتدخلش في اسرائيل؟ انما يتحدث عنه الشعوب الأوروبية والشعوب الدولية حاليا ضد للأسف قرارات الحكومات البوورة ويناددون بالعكس. الوسائل الإعلامية والقنوات الإعلامية المضللة والمشككة فيما يحدث على أرض فلسطين هي من تؤدي الآن إلى إدفاع الأحراج للمجتمع الدولي. أما يبقى رئيس أمريكا يقول نحن شاهد أكثر من 100 طن يصبح الهرم قبل شهر واحد وفي يوم واحد قبل مزارع الأطفال على أرض فلسطين. هي دي الوسائل الإعلامية. عشان كده النهارده بنعني حجم المسؤوليه وحجم المشكله وبصفتنا نواب عن الشعب المصري بفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنحب الامن الوطني الامن القومي للدوله المصريه داخليا وخارجيا وما يحاك بها من مخططات مستهدفه وممنهجه وسرطان ولن ياتي السلام ولن توجد بهذه الحرب نصرة لأحد او هزيمه لأحد اذا لم تحل القضيه الفلسطينيه بحل الدولتين والحفاظ على مفاضلات الشعب. شكرا سيادة النائب. سيادة النائب مجد الدين بركات. شكرا سيادة الرئيس. الحقيقة بصفة أساسية نؤيد السيد رئيس الجمهورية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري. أود أن أشير إلى أن مسألة جرائم الحرب مقررة في قانون لاهاي من سنة 1899 ومرورا باتفاقيات جنيف الأربعة في سنة 49 والبروتوكولين لسنة 77. الأرض تحت الاحتلال والشعوب تحت الاحتلال لها حقوق، أحد هذه الحقوق هي حقوق كثيرة وردت في الاتفاقية الرابعة الاتفاقية جنيف، وردت في البروتوكول الأول من البروتوكول الأول لسنة 77. أحد هذه الحقوق أن سلطة الاحتلال مسؤولة عن إطعام الشعب تحت الاحتلال، مسؤولة عن مده بالمياه، مسؤولة عن مده بكل أساسيات الحياة ومقاومته، تجويع الشعوب تحت الاحتلال هذه جريمة حرب، تهجير الشعب تحت الاحتلال أو ما يسمى بالتغيير الديموغرافي جريمة حرب. ومن ثم فإن ما تفعله إسرائيل بالأرض المحتلة حاليا من قصف المستشفيات وقتل الأبرياء المدنيين هذه جرائم حرب، القصف العشوائي جرائم حرب، هي كثيرة ومتعددة أن نحصيها في دقائق. ومن ثم فإن تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء أمر شكرا سيادة النائب وليد الشرمك. دولة الرئيس، السادة الزملاء، يعني أنا الحقيقة عاوز أتكلم بلسان حال أبناء دايرتي وأهلي اللي بقابلهم على طول. يعني أنا يعني محمل إن أنا أبلغ الرسالة لحضراتكم ولدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في البداية طبعا نترحم على إخواتنا شهداء غزة اللي ارتقوا للقاء الله عز وجل، وبنقول لإخواننا المرابطين والصامدين دماءنا وقلوبنا وفلذات أجبادنا إن طلبتموها لن نمنعها عنكم. ده أولا. الرئيس بايدن النهاردة في إسرائيل راح لهم برسالة بيقول لهم إسرائيل لست وحدك
واحنا هنا من مجلس الشيوخ بنقول لاخواتنا في غزة، فلسطين لست وحدك، مصر واهل مصر وراكم ان شاء الله، ولكن اصمدوا ورابطوا. احب كمان زي ما ترحمت على اهل ما شهدائنا في اهل غزة، احب اهني الفلسطينيين الحقيقة يعني على بعث قضيتهم من جديد. هذه القضية التي كان يظن الجميع انها ماتت، ولكن ارادة الله عز وجل يشاء ان هي تظهر على السطح مرة اخرى بهذه القوة وهذه العنفوان، وبإذن الله حل قريب. هذه الرسالة الاولى. الرسالة الثانية، انا كمواطن مصري اتحدث الان ولست كنائب، انا اكره الكيان الاسرائيلي ولا ارغب الحقيقة في وجود ممثل لهذا الكيان على ارض مصر في هذا الوقت اللي احنا فيه. يعني ان كانت الدولة المصرية ترتقي يعني ترى طرد السفير الاسرائيلي من مصر، فالحقيقة احنا مرحبين جدا جدا يعني بهذا الامر. يعني ثالثا، ثقتي الشخصية في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي القوات المسلحة المصرية تبلغ حد السماء. اذا كتب علينا القتال وهو كره لنا فنحن وراءهم. الشعب الرئيس اللي عملها مرة قادر يعملها كل مرة. بإذن الله الشعب المصري إذا قلنا عليه حاجة فهو قادر يتحداها كل مرة تقدر عليه نفس الحاجات. أخوض سيادة الرئيس اتخاذ كل ما يلزم وكل الضروري للحفاظ على الأمن القومي المصري. شكرا لك. شكرا سيادتك. سيادة نائب عمرو الحجاج اتفضل. معلش بعديه انت يا عبد الله، انا كنت قصدك انت اتفضل اتفضل. شكرا معالي الرئيس. اتفضل. شكرا معالي الرئيس، واسمح لي في بدايه حديثي ان اتقدم بخالص العزاء لشهداء فلسطين الابيه الذين نالوا الشهاده في سبيل الحق في سبيل قضيتهم العادله، كما ادين الاعتداءات الوحشيه والقصف الغاشم من قوات الكيان الصهيوني للمؤسسات المدنية والمستشفيات والقتل الجماعي للأطفال والنساء والأبرياء في قطاع غزة. معالي الرئيس، كل هذه الاعتداءات انتهاكا للمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، كما أن المجتمع الدولي يقف عاجزا أمام هذا الاعتداء الغاشم. لذلك أطالب المجتمع المدني ومجلس الأمن للتدخل السريع للإيقاف الفوري لهذه الاعتداءات والسماح بدخول المساعدات لقطاع غزة. معالي الرئيس، أؤكد على حقيقة تاريخية وهي أن قضية فلسطين هي قضية مصر والمصريين منذ الأزل، فالشعب المصري أكثر الشعوب التي ضحت بالدم قبل المال في سبيل القضية الفلسطينية. كما أؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما أطلب من الشعب الفلسطيني العظيم الصمود والتمسك بالأرض من أجل عدم تصفية القضية الفلسطينية. كما أؤكد سيادة الرئيس على السيادة الوطنية المصرية، وأرفض تماما مخطط الكيان الصهيوني لتهجير أهل غزة إلى سيناء. كما أثمن معالي الرئيس جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ بداية الأزمة وتصاعد الأحداث. وأخيرا معالي الرئيس، ودعم القضية الفلسطينية مع إرفاق خطة الكيان الصهيوني لتهجير أهل غزة إلى سيناء. حفظ الله مصر، حفظ الله فلسطين. شكرا معالي الرئيس. شكرا سيادة النائب. سيادة النائب عمرو حجاج تفضل. دولة رئيس المجلس الموقر قاضي القضاة السوريين المستشار جليل عبد الوهاب عبد الرازق، سيادات وسادة الزملاء الأجلاء أعضاء مجلسنا الموقر،
بقلب مطمئن وبعقل جامع أعلن دعمي وتأييدي المطلق لبيان الذي ألقيته، البيان التاريخي الذي ألقيته دولتكم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، والذي يحمل بين طياته أشد عبارات الاستهجان للعمليات البربرية والوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والذي يؤكد أيضا أن الدولة الوطنية المصرية شكلا وموضوعا ترفض بأي حال من الأحوال تصفية القضية الفلسطينية وعودة النكبة الفلسطينية من جديد. دولة الرئيس، السيدات والسادة الزملاء الأعضاء، انطلاقا من هذا البيان التاريخي الذي ألقيته دولتكم بقاعة مجلس الشيوخ والذي يعبر عنا ويعبر عن الشعب المصري أجمع، أعلن دعمي وتأييدي لقرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفضه تصفية القضية الفلسطينية ورفضه عمليات التهجير القسري وإزاحة الفلسطينيين إلى سيناء، كما أعلن دعمي التام لرفضه حضور القمة الرباعية المنعقدة في الأردن بعد حادث المستشفى المعمداني، كما أطالب من هذا الموقع رفع العلم الفلسطيني على قبة مجلس الشيوخ ليكون إلى جوار العلم الفلسطيني، وذلك دعما للشعب الفلسطيني وردا على الاتحاد الأوروبي الذي رفع علم الكيان الصهيوني لدعم قوات الاحتلال الإسرائيلي. شكرا دولة الرئيس، ولبيك يا غزة، لبيك يا غزة، لبيك يا غزة. شكرا. الوقت اتأخر فكله بقى ابتدى تهبل. ساعة النائب باهر محمد أمين. شكرا دولة الرئيس، دولة رئيس مجلس الشيوخ، السادة زملاء أعضاء المجلس. في البداية أتقدم بخالص تعازي إلى الشهداء الذين لقوا ربهم أبرارا نتيجة الجرائم الصهيونية التي ترتكب في غزة ضد الفلسطينيين الأبرار. إن هناك صمت وغض الطرف من المجتمع الدولي عما ترتكبه إسرائيل من مجازر يومية بحق الفلسطينيين، بل عكس ذلك هناك مبارقة وتأييد يؤكد ان العدالة شيعت الى مسواها الاخير بفضل اطماع قادة اسرائيليين وغربيين مجرد مكانهم السجون والمحاكمات. إن هذه الأعمال تدخل في اختصاص المحاكم الجنائية الدولية، وعليها فورا فتح تحقيق واسع في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل. بل أضيف إن من الممكن أن تتبع هذه الأعمال الإجرامية إلى الولاية القضائية الوطنية طالما تمس العدالة العالمية، كما هو الحال في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا. ثم إن هذه الجرائم من مجازر بشرية تخضع لنظام روسيا روما الأساسي، والمعاهدات التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية التي اعتمدت في يونيو 98. قد لهذا الوطن عبر التاريخ أن يدافع عن القضايا العربية وعن الثواب وعن وعلى الثوابت وعلى ثابت كان جيال يتعامل بطرف وأمانة في زمن عز فيه الشرف. شكرا سيادة الرئيس. شكرا سعادة النائب. سعادة النائب أحمد فوزي. شكرا دولة الرئيس. يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن
والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. سيادة الرئيس، لقد طفح الكيل، الملايين في الميادين والملايين في المنازل والبيوت يعتصرون ألما وحزنا على ما يحدث للشعب الفلسطيني الشقيق في دولته المحتلة. وفي الحقيقة معالي الرئيس، لدي تساؤلات عديدة. أين المجتمع الدولي؟ أين حقوق الإنسان؟ أين منظمات حقوق الإنسان؟ أين الدول الأوروبية؟ أين أمريكا التي كانت تتشدق بحقوق الإنسان؟ للأسف هناك مجازر وإبادة جماعية وقصر وتهجير قصري لشعب أعزل، شعب صاحب أرض وصاحب قضية ولن يتخلى أبدا عن أرضه وعن قضيته، والشعب العربي كله والمصري خلفه ومن خلفه ومن أمامه. ولكن معالي الرئيس، وسط صمت رهيب من المجتمع الدولي وسط صمت رهيب من الدول الكبرى والعظمى، ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي ذلك البطل الذي تحمل المسؤولية وأخذ على عاتقه حماية هذه الأمة. وهناك رسالة أود أن أرسلها إلى سيادته. سيادة الرئيس، لقد كتب عليكم من قبل حماية هذا الوطن حينما فوضك الشعب المصري كله في ثورة خرج فيها الملايين إلى الميادين، وأشهد الله أنك قد حافظت على الوطن وحافظت على الأرض وعلى العرض. ونجدد الوعد والعهد اليوم إلى سيادتكم يا فخامة الرئيس بالحفاظ والحفاظ على القضية الفلسطينية، فمهما حدث ومهما حصل من جرائم ومجازر إسرائيلية فلن نتخلى عن فلسطين للفلسطينيين. والقضية واضحة وعادلة، وأقول للشعب الفلسطيني اصبروا وصابروا ورابطوا، فأنتم على حق ونحن معكم، والله قد وعدنا من قبل، ووعد الله حق، فإذا جاء وعد الآخرة فليسكبوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليكبروا ما عملوا تكبيرا. شكرا سيادة الرئيس. شكرا سيادة نائب. سيادة نائب جميل حليم. شكرا لدولة الرئيس على اعطاء الكلمة. شكرا رئيس. من تحت قبة مجلسنا الموقر ارسل تحية لاهالينا الابطال الشجعان المرابطين على حراسة ارض فلسطين. لقد تابعنا جميعا خلال الايام الماضية كما أوضح زملائي صور ومقاطع الفيديو المروعة التي تظهر حجم الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وهدم قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل والمباني بما في ذلك مستشفى المعمداني التابعة للكنيسة الإنجيلية، مما أدى إلى مقتل المئات من المرضى والطواقم الطبية. سيد الرئيس، هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وجريمة ضد الإنسانية. إنني أحيي جهود الدولة المصرية وجهود فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إصراره إدخال المساعدات لشعب فلسطين الأعزل المحاصر وإنقاذه من الموت جوعا، فضلا عن إرسال الأدوية والكساء والبطاطين. وأنني أؤكد أن إلغاء القمة الرباعية والتي كان من المقرر إقامتها في الأردن دليل حقيقي عن الرفض المصري والعربي للجرائم غير الإنسانية التي ترتكب داخل قطاع غزة. وأنني أتساءل عن سبب إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على الوقوف بجوار إسرائيل رغم الانتهاكات وجرائم الحرب.
الميكروفون يا جماعة. يجب على الغرب أن يردعوا إسرائيل ويمنعوها من إبادة أهالينا في غزة. كما أود أن أتوجه بالتحية إلى المؤسسات الدينية الأزهر الشريف والكنيسة المصرية على دعمهم لأهالينا في فلسطين روحيا وماديا واجتماعيا وكافة أنواع الدعم. لقد وقفت هذه المؤسسات بكل شجاعة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة وطالبت بوقفه. إنني أقدر هذا الموقف الذي يعبر عن تضامن المؤسسات الدينية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. إنني أدعو القوى العالمية إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتحقيق السلام في المنطقة. إنني أدعو المجتمع الدولي إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته الفلسطينية على حدود 67. شكرا. سعادة النائبة هيام فاروق. موجودة. شكرا سيادة الرئيس. بداية أود أن أعرب عن كامل حزني وأسفي لما حدث في فلسطين العزيزة. ثانيا أتقدم خالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني ولكل الشهداء من أهلنا في قطاع غزة، وأؤكد إدانتنا لكافة الأعمال العسكرية الوحشية الهمجية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تهدف المدنيين من مسنين ونساء وأطفال ومرضى بالمخالفة للأعراف الإنسانية والقوانين الدولية، وأرفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالي غزة إلى سيناء، وأفوض سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري والوقوف بصلابة أمام إسرائيل التي تريد محو الشعب الفلسطيني من الخريطة والتي تضمر الشر لمصرنا الحبيبة. وأمام هذه التحديات الجسام نعلن وقوفنا خلف قيادتنا الرشيدة الحكيمة ونساند رئيسنا الغالي الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأخيرا تحية لشهداء فلسطين، تحية لشعب فلسطين الصامت في غزة، لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا للتهجير إلى سيناء. تحية لرئيسنا عبد الفتاح السيسي. شكرا سيادة الرئيس. شكرا سعادة النائبة. الحقيقة أن لي كلمة يعني سادة الأعضاء، أنا مقدر تماما تماما حضوركم اليوم وعلى وجه السرعة وتلبية الطلب وتلبية هذا الداعي الخطير واستجابتكم الفورية لعقد هذه الجلسة الطارئة عبر بمنتهى الصدق ومنتهى الأمانة على حس وطني مرهف ليس بغريب عليكم. الله يخليك. وأنا معلش أستأذنكم، كنت أحب أن الجميع يتكلموا لكن أنا الطلبات عندي جاوزت 120 طلب. طب بعد إذن حضرتك بس أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. أنا من الثلاث دورات ما تكلمتش إلا مرة وعندي حاجة واحدة عايز أقولها، ممكن حاجة واحدة بس فضلي. يعني غير الشكر وغور كل اللي يعني هم فعلا استفادوا، بس أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا إن شاء الله لما نفتح المعبر يبقى لجنة الصحة في المجلس يبقى لها دور. إحنا عندنا 300,000 ممرض وممرضة عندهم استعداد إن هم يروحوا داخل فلسطين، نعمل قوافل، نعمل مستشفيات ميدانية. وبنحيي الرئيس، وتحيا مصر وتسقط فلسطين، وتحيا فلسطين وتسقط إسرائيل. شكرا. شكرا. معلش أستأذنكم دي واحدة بس هنسمع الحاجة عائشة. معلش يعني وليكن
يعني حسن الختام هستأذنكم يا فندم. معلش هستأذنكم، على فكرة كان 120 طلب فاحنا استمعنا. تفضلي يا فندم، تفضلي يا عجاشة، تفضلي يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا لإعطاء الكلمة. كل التعازي لشهداء أهل فلسطين وكل التحية لشهدائهم. وتحضرني الآن الآية حينما حاور بعض الصحابة أو الحواريون مع نبيهم وقالوا متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، وإن شاء الله الحرية شجر تروى بالدماء، وكما قال أحد الزملاء مزيد من الشهداء ومزيد من الدماء سيحرر الأرض. لن تتحرر الأرض بالكلام فقط أو بالأغاني، ولكن طبعا أنا دعمت فخامة الرئيس وأدعمه في كل ما اتخذه من قرارات بالأمس أو الماضي، وأدعمه فيما اتخذه في للحاضر، وأدعمه لما يتخذه للمستقبل ولتأمين مصر، يعني مكانة مصر وأمنها القومي، وأبعدها جوا وبحرا وبرا، وأفوضه والشعب كلفه وتعود منه أن يستجيب وينفذ. كلفناه ونفوضه باتخاذ اللازم لحماية أمن مصر. وتحية لجيوشنا وقواتنا المسلحة ورئيسها الرئيس الأعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس مرة أخرى. وأتذكر ما حصل بعد النكسة، حرب الاستنزاف، الوعي الشعبي، المجهود الحربي. إسرائيل عملت خدمت فينا حاجة، صحة الوعي الشعبي اللي كان عنده حتة نايمة صحيت ونسيوا الجوع والغلاء والبتاع. وإسرائيل ستندم وتدفع ثمن جرأتها، لأنها سترى ما لم تراه في 73 في 6 ساعات سترى. ولكن برضو الغضب الثوري العربي قادم، الغضب العربي قادم. لن نسكت على بيت المقدس ومصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلن يقبل حد. ولكن لا تهجير، يموتوا في أرضهم شهداء أشراف كرام يدافعوا عن الوطن والأرض، ونحن معهم بقلوبنا وبدعمنا المادي والطبي والمعنوي. وشكرا وبشكر فخامة الرئيس لما تحمله المسؤوليات وما يتحمله، وهو أهل للمسؤولية. شكرا شكرا معالي رئيس الجلسة ودولة رئيس شكراً مجلسنا. شكرا شكرا جزيلا. هو كان في تساؤل عن بعض الكلمات التي كانت معدة ولم تسمح لها الفرصة، إذا كان ممكن وضعها في المضبطة. طبعا بالقطع يسعدنا تماما أي تعبير إن كان جاهز يوضع في المضبطة. السادة الأعضاء، لقد تكلمتم وأفضتم وعبرتم عما يجيش في قلوبنا وقلوب كل المصريين والعرب من أسى وألم على شعب شقيق يتعرض لاعتداء غاشم وإبادة جماعية وتهجير من الكيان الصهيوني اللا إنساني. وختاما أؤيد اقتراح غالبية السادة الأعضاء بتفويض فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يراه لازما للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين وحماية الأمن القومي المصري والعربي. ونقول له سر على بركة الله، مصر كلها معك ولن يخذلنا الله أبدا. والآن ترفع الجلسة. شكراً.